فرق شاسع دلوقتي ما بين الشكل البني آدم قبل ما يزرع وشكل البني آدم بعد ما زرع. زراعة الأسنان تكنولوجيا لا تقبل المفاوضة. احنا دايما بنقول كده بنجري ورا التكنولوجيا بشكل مرعب. ده كله فن، دي ناس اشتغلت في الحالة دي عشان تطلع النتائج. الأستاذ الدكتور شادي علي حسين، مدرس طب الأسنان بكلية طب أسنان جامعة عين شمس، دكتوراه علاج الجذور بجامعة عين شمس، ماجستير علاج الجذور جامعة عين شمس، زميل الكونغرس العالمي لزراعة الأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لعلاج الجذور، المدرب المعتمد من الجمعية العالمية لطب الأسنان الرقمية. أهلا بكم. بعد كل الفترة الطويلة دي في الإعلام الطبي، التثقيف الطبي، برضو أنا مقتنع جدا أنه الناس عندها حق، عندها حق في كل اللي يقولوا، حتى لو اللي بيقولوه ده حسسني أن هم ما سمعونيش أو ما شافوناش، ما تفرجوش علينا. مثلا لما حد يقول لي أنه مقتنع أنه السنة اللي وقع من جوه بقه دي ما ينفعش فيها زراعة لأنه بقى لها سنين طويلة مفقودة، لازم يعني ما منظرش الرأي ده على انه يعني بيقول كلام كده من الهواء، لازم استوعب. لما حد يقول لي انه عشان سنه كبر فمش هينفعه زراعة، الزراعة دي للسن الصغير، ده كان واحد كبير في السن راجل جميل كده عنده فوق 60 65 70 سنة يقول لي زراعة ايه وانا هيزرعوا لي لسه عظمي ما يتحملش يا ابني وبتاع، دول لازم احترم جدا رأيهم وافهمه وافهم هو ليه وصل له. يعني حاجتين، اولا هعرف ازاي اقنعه، مش انا بقى ضيف العزيز، ازاي اقنعه بالصح او بعكس اللي هو بيقوله، بلس ان انا لازم افهم هم ليه فكروا كده، ليه بعض الافكار المش دقيقه مش علميه ما زالت محفوره، انها محفوره بدريل، دريل اللي هو حفار صغير ومزروعه بدل الزرعه جوه عقول الناس وخصوصا في عالم الاسنان. هذا سيكون محور مهم النهارده في حلقتنا الهامه جدا جدا مع ضيف مهم جدا، طبعا اسم كبير حمل على عاتقه مستوى ثقافي معين في طب الاسنان، لم يتنازل عن انه ينقل الفكر الاكاديمي كاستاذ في كليه الطب الاسنان الى ايضا الاكاديميه الناس الحلوه والدكتور، ف تعب جدا عشان يوصل لهذه النقطة، نقطة الجمع بين العلم والتبسيط، العلم التفصيلي والتبسيط المناسب للمشاهد. الأستاذ الدكتور شادي علي حسين، أهلا بك يا دكتور شادي. تعبت والله، أنت تعبت جامد. كنت دايما أقعد أقول لدكتور شادي الكلام ده صعب، الكلام ده في حلقات جبارة. هي يعني هو في الآخر أنا برضو بعتبر إن التثقيف زي ما حضرتك بتقول للمرضى وللعامة جزء من رسالتنا برضو أعضاء التدريس، إن زي ما بنثقف الطلبة وزي ما بنعلم الدكاترة الصغيرين إن هو إزاي يعالج المريض، لازم برضو جزء من الرسالة إن إحنا نعلم المريض إزاي يتعالج بشكل مظبوط وإزاي ياخد حقه وإزاي إيه الطرق الحديثة اللي تخليه إن هو يقدم على العلاج ويعرف إن الموضوع بقى بسيط. فجزء من رسالتنا كمعلمين لمهنة طب الأسنان جنب ما نكون أطباء معالجين، إن إحنا برضو زي ما بنعلم الطلبة إن إحنا نعلم المرضى، ودي حاجة أنا بحاول حتى أزرعها في زمايلي وأفهمهم اللي كانوا مستغربين قوي إزاي عضو هيئة التدريس وبيطلع في التلفزيون، لا ده جزء من رسالة الأمانة اللي ربنا ادهلنا إن إحنا نوصلها زي ما بنوصل للطلبة وزي ما بنعلمهم، إن إحنا نعلم المرضى كمان إن هو يعيش حياة أفضل ويوصل لمستوى علاجي أحسن ما يمكن، ونوصل ببلدنا للمستوى العلاجي العالمي عن طريق ان احنا ندخل التكنولوجيا العالمية اول ما بتنزل في العالم تبقى موجودة في مصر ونعلم الناس انها موجودة، فيبتدوا يحصلوا على مستوى علاجي اللي يليق بيه كبني ادم مصري له حقوق يمكن احسن من اي واحد في العالم. وزي ما انا صبرت لغاية لما خليت
كل الموجودين مصابهم اعضاء هيئة التدريس. اعضاء هيئة التدريس ودي شيء محترم بالظبط في كل التخصصات. ان شاء الله كله يبقى كده. ان شاء الله كله هيبقى كده، بس كله هيكون ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ هو ده السؤال المهم في الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ التقنيات والاجهزه نقلت الزراعه نقله كبيره لغايه لما وصلتها الزراعه زراعه الاسنان الى انها تكون في قمه التخصصات المرتبطه بيكم. ابيض اسود رمادي؟ رمادي. انا حسيت الوهله رغم من بدايه السؤال انا قلت هيبقى ابيض لكن رمادي ليه؟ رمادي لان الحقيقه هو ما نقدرش نقول حاجه في القمه، هو فريق عمل ومجموعه من التخصصات، والحقيقه كل يعني الكمبيوتر لو جينا نتكلم على الكمبيوتر مثلا خدم في الاشعه المقطعيه اللي خدمت كل التخصصات تقريبا بتاعت الاسنان، سواء علاج الجذور سواء الزراعه سواء التركيبات سواء علاج اللثه، كل ده خدم بالاشعه المقطعيه. الميكروسكوب الجراحي خدم في التركيبات، في القشره التجميليه، في علاج الجذور، في الزراعه. الكمبيوتر طبعا والإفكت الرهيب بتاعه على شغل الكمبيوتر دلوقتي بقى حتى في التقويم، بقى في التركيبات المتحركه، يمكن دول حاجتين جداد جدا ما كانوش فيهم قبل كده كمبيوتر. وكان لما يجي لي انا كان بيجي لي مرضى يمكن من سنه بالظبط، يعني مش من وقت كبير، سنه جالي مريض بيقول لي انا عايز اعمل طقم متحرك بالكمبيوتر. قلت له حضرتك بتطلب طلب غريب قوي، يعني حضرتك اللطقم المتحركه بتتعمل في المعمل، انما التركيبات الثابته والطرابيش هي بتتعمل بالكمبيوتر. دلوقتي النهارده الكمبيوتر بيطبع الطقم، يعني بنصور برضه اللثه وبيطبع الطقم. ف سبحان الله حتى المريض بيحلم بيه، احنا ما كناش متخيلينه نلاقيه، يعني فالتكنولوجيا ما بتتاخرش. لا دور كبير. طيب السؤال القادم سؤال برضه يعني مربك شويه. زراعه الاسنان الواقع بتاعها انها وسيله تجميليه بس تعطي نتائج دائمه، ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ طبعا ابيض، لان هي برضو لما بس يعني في دواعيها، يعني لما يكون مثلا حد عنده سنه مفقوده فاذا هو بيفقد الشكل الابتسامه الجميل بتاعه، بيفقد العضه، بيفقد السبورت بتاع العضلات والوش. ويمكن كان في احد الحالات اللي كان فيها فعلا عنده مشكله ان هو عنده اسنان فيها مشاكل كلها، اول ما تبص على الفحص الاكلينيكي بتاعه تلاقي ان الاسنان فيها تخلخل، في كميه جير كبيره، في اسنان مفقوده، فتلاقي ان المريض نفسه في طبعا كوبري معمول المعدن اللي متغطي ببورسلين ده وشكله قاد جدا. لما تبص الوهله الاولى، طب هل ده ينفع له علاج لسة ولا ينفع له ممكن دي حاله التركيبات؟ من الحالات المهمه جدا. يعني حاله سكر دي كمان، حاله سكر بالظبط. فالمريض انت لما تبص من غير اشعه مقطعيه كده تبص تقول ايه، طب نفكر هل نعمل له علاج لسة الاول وتركيبات، ولا نعمل له خلع وزراعه لبعض الاسنان. نيجي كده ننتقل للمرحله الاهم وهي مرحله الفحص بالأشعة المقطعية. يعني هو عنده هنا جنب كامل ما فيهوش أسنان، وجنب فيه درسين لوحدهم، وبعدين الكوبري اللي هو عامله ده، وبعدين أربع قواطع كده أو ثلاث قواطع وناب. كويس؟ فبرضه الفك السفلي، المجموعة الأمامية اللي موجودة، وعندي فيه درسين ضواحك ودروس. فلما تبص كده تقول إيه، يعني الحالة دي ممكن تمشي تركيبات وأحط لي مثلا زرعتين ورا، وفوق مثلا احط لي برضو زرعتين وتمشي تركيبات وعلاج لثه وعلاج جذور والكلام ده كله. بس تيجي تبص بقى للجانب الاخر اللي هو الجانب بتاع الاشعه المقطعيه، تلاقي ان الاشعه المقطعيه بتاعت الحاله تلاقي ان العظم بتاع حوالين الاسنان الالفيولار بون حوالين الاسنان كله متاكل تماما. السنان ما فيش مثلا غير ملي و2 ملي من الجدر هو اللي جوه عظم، الباقي في الهواء. فاذا المريض ده انت لو حاولت ان انت تابروتش او تقرب انك انت تعمل له تركيبات، الاسنان هتاخد التركيبات وتنزل. حمل زايد. مفيش، ما هو مفيش سبورت، مفيش سناده او حاجه سانده من العظم. فالمريض في الحاله دي طب حضرتك اتعرض عليك الاوبشن بتاع الخلع، قال لك اتعرض عليا بدل المره 100 وانا رفضته. ليه؟ اولا انا اسناني همشي فاضي ازاي؟ انا مستحيل همشي فاضي.
ثانيا انا طالما ازاي منين يا دكتور بتقول العظم متاكل ومنين بتقول لي هزرع لك؟ طب هتزرع فين؟ فيجي هنا دور ان انت اولا التخطيط وال التخطيط عن طريق الاشعه المقطعيه، وان انا هحط اسنان حجمها عامل ازاي، ودور الزرعات اللي هي الحديثه. فيمكن هنتكلم ثرو اوت الحلقه عن مراحل العلاج بتاعت الحاله دي، وازاي قد ايه فعلا هي حاله مؤثره جدا في تفكيرنا احنا عن الزراعه، وفي الفكر بتاعنا بتغير فكرنا تماما عن الزراعه. سن راحت او مجموعه اسنان راحت معناها تغير في ملامح الوش اللي بيدي كبر في السن، وبالتالي حاله نفسيه بتكون سيئه. ابيض طبعا ابيض. واضيف عليهم ان هو كمان عسر هضم وعدم القدره على الهضم ومدغ الاكل بشكل سليم زي الحاله دي، ما هو السنان عشان متخلخله وبتتلخلخ وبتتهز، فهو مش عارف، هو خايف يضغط على بتاع السنان، السنان تقع. في نفس الوقت الخلخله دي بتخلي حوالين الاسنان دي مليان بكتيريا زي ما احنا شايفين، وجير والكلام ده كله. طب هو الكلام ده بيروح فين؟ ما هو بيروح على المعده، يعني لما بيجي ياكل البكتيريا دي كلها بتروح فين؟ بتروح على المعده، فباستمرار تلاقي في مشاكل في المعده وبكتيريا في المعده والتهابات في المعده ومغص واكل مش بيتهضم بشكل مظبوط وامراض معده كتيره جدا. فطبعا الاحد زي ما بيقولوا البيت الداء هو الفم، فهو فعلا ازاي انا سايب البلاوي دي كلها موجوده؟ طب سايبها ليه؟ عشان خاطر الحاجز النفسي او الحاجز العقلي اللي ما بيني وما بين اللي متكون في دماغي زي ما حضرتك كنت بتقول في اول الحلقه، ان انا مش هقدر ان انا اعالج، هيبقى عندي الم رهيب، همشي فاضي، هخش في سرور معاناه رهيبه، فبالتالي اللي انا فيه ده احسن. فهل في حل احسن ولا لا؟ ده اللي احنا هنشوفه مع بعض. نوع الزرعه بيلعب دور مهم جدا جدا في نجاح هذه العمليه. للأسف في أنواع دلوقتي موجودة ليس لها علاقة أساسا بعالم طب الأسنان، أبيض ولا أسود؟ أبيض جدا جدا، وده اللي خلاني أنا سعيت إن أنا أدخل زرع مصر بنفسي، لأن أنا جيت قلت طب يا جماعة لو سمحت إحنا دلوقتي عندنا مشاكل في مصر في الزرعات والاستيراد والكلام ده كله، طب إحنا إيه أحسن زرعة في العالم؟ طالما بقى هنجيب يبقى نجيب احسن زرعه في العالم، مش هنقعد بقى نجيب، احنا كنا بننقي من السوق المصري. فبقينا طالما خلاص هنستورد من بره مصر يبقى نستورد احسن زرعه في العالم. فاستوردنا زرعه اسمها ام امبلانت او الميدنتيكا امبلانت، دي البراند من شركه اسمها شتراومن، دي واخده احسن تصميم زرعه في العالم 2016. فجينا استوردناها، ليه بقى؟ ليه الزرعه دي احسن زرعه؟ اول حاجه الزرعه نفسها بتتعامل مع العظم بشكل هايل، ان انا اقدر احملها تحميل مباشر، اقدر احملها في نفس اليوم. التحميل طبعا المباشر بيبقى معقد دايما، اقدر احملها دايم في خلال شهرين. الزرعه مش بس بتتعامل مع العظام بشكل كويس، بتتعامل كمان مع اللثه بشكل كويس، ان اللثه تبص تلاقيها لمت فوقيها بحيث ان السنه تبقى طالعه من اللثه كان السنه دي سنه طبيعيه. عمرك ما يحصل لك الموقف اللي كان بيحصل لنا زمان مع الزرعات الثانيه، انك تلاقي جزء من اللثه رجعت عن الزرعه والحفه الرمادي او الحفه الفضي بتاعت الزرعه ابتدت تبان، ويبقى عندك في خط فوق الطربوش، دي عمرها ما تحصل من الميدانتك. الحاجه الثانيه عمرك ما يحصل معاك ان الزرعه تبص لها تتلخلخ. يعني كان الجزئين اللي مرتبطين ببعض دول تلاقي الطربوش بيتلخلخ. فكنا زمان الزرعات القديمه كنا بنحتاج ان احنا نربط المسمار ده علشان ما تتلخلخش. الكلام ده في الميدانتيكا مستحيل يحصل. فهي اتس يعني المرسيدس بتاعت العالم في الميدانتيكا. طيب نيجي ليه الحاجه الثانيه اللي تخلينا نقول نوع الزرع؟ التحميل المباشر. نحن نقدر نخطط، اول حاجه بنخططها عن طريق الاشعه المقطعيه الثلاثيه الابعاد، نبتدي نحط بلان او تصميم للزرعات جوه الفك. التصميم ده على اساس ايه؟ على اساس الاسنان اللي هتتحط بعد كده، بحيث يعني كان جاي لي مريض من قيمه شهر برضو وحاطط زرعات في الفك، وجاي بيقول لي يا دكتور انا التركيبات بتاعتي عامله لي ضب، والدكتور قال لي مش هعرف اعمل لك حاجه. فبصيت لقيت الزرعه محطوطه كده، يعني الزرعه طالعه في شفته. فطبعا المعمل لما عمل له، تعال انه بيشتغل معمل، فعمل له الزرع الطربوش طالع لبره جدا، فبقى عنده ضب.
دي ميزه البلاننج، ان حضرتك بتخطط الزرعه تبقى في منتصف الفك بالظبط وتبقى طالعه في مكان السنه اللي انا عايزها في الفيوتشر تبقى موجوده، يبقى شيء ميل باي زاويه بالظبط. الجدر يبقى متناسق مع اللونج اكس او مع الـ الـ الطول الـ بتاع الـ او الاتجاه بتاع الطربوش، وده احسن تحميل. تيجي نحط الزرعات على الكمبيوتر وفي الفك العلوي في يمكن المريض ده، انا قررنا ان احنا هنخلع كل اسنان فوق وتحت ونحط 6 زرعات في الفك السفلي و9 زرعات في الفك العلوي. فحطينا له بالفعل، ده التخطيط بقى يا دكتور ايمن، ده صوره التخطيط قد ايه المصداقيه بتاعه الكلام لما تيجي نقول للمريض انا هخطط لك الصور على الاشعه وبعد كده هتشوفها هي هياها في الفم. فدي صوره التخطيط وازاي متناسق ومتسنتر في التاوت زي ما احنا عايزينه زي ما الكتاب بيقول. وبعدين تيجي بعد كده صور الزرعات بعد ما اتحطت صور الاشعه بعد ما حطينا الزرعات، طبعا احنا بنصور قبل ونعمل عليها التخطيط ونصور بعد. فلما تقارن قبل ببعد تلاقي ان الزرعات اتحطت في نفس المكان بالظبط اللي كان متخطط له عن طريق الدليل الجراحي. الحاله دي اتخلع ما اتعملهاش فتح جراحي، مجرد ما شلنا الاسنان حطينا الزرعات من خلال الدليل الجراحي في الاماكن المخصصه ليها بالظبط، اللي توزع الاحمال بشكل كويس، اللي تطلع لي الاسنان مظبوطه، اللي تطلع لي الابتسامه حلوه، اللي تطلع لي العضه مظبوطه. الكلام ده كله، كل دي مقاييس اكبر من العقل البشري ان هو يقدر يحسبها كلها مع بعض. اكيد احنا كبشر هنفقد حاجه، انما الكمبيوتر ما فيش الكلام ده، انت بتدي له معطيات وانت عندك النو هاو، بتقول له انا عايز اوصل للشكل المعين بالطريقه الفلانيه، انا عارف الصح فين، لان برضو الكمبيوتر هو جهاز غبي، هو ما يفوتش عليه حاجه، بس مين اللي بيديله المعطيات، مين اللي هيديله الاتجاه، مين اللي هيديله خريطه الطريق زي ما بيقولوا، هو الدكتور. فيبتدي ان هو يقول له انا عندي كذا، يبتدي تشوف المنظر، بسيطه تلاقي المنظر محطوط الزرعات في السنتر بالظبط في اماكن اكن دي جذور اسنان طبيعيه محطوطه في الاتجاه المظبوط بتاعها. فبيدينا قد ايه الدمج ما بين التكنولوجيا وما بين نوع الزرع وما بين التخطيط والمهاره بتاعه الطبيب ان احنا نقدر نوصل بالمريض لبر الامان. هي الزرعه طبعا في الفك لازم اي ميل يا جماعه، اي ميل هي بتركب عليها جزء كده بالظبط، فاي ميل صغير مش باين بالنسبه لنا، انا دلوقتي ميلت الكيان ده، الالم ده كانه زرع، ميلت لقدام سن، لكن لما اجي احط ده بدل ما يبقى كده، لا هيبقى كده بالظبط. ايوه هيعمل لي ضب بقى ويعمل لي بروز ويعمل لي منيله، حاجه هيعمل لك المشاكل دي. بمجرد ما انا ميلته، انا دخلت ما دخلتش صح، ميلته كده راحت السنه، بصيت لقيت السنه العضه تلاقيها باظت، راحت في حته ثانيه. بالظبط، انا بقيت معلم كبير. طب الاسنان ده كليه ثانيه. طب تعالى نروح مع بعض للمتهم والجاني والبريء. جاني، متهم، ام بريء؟ السؤال الأول سؤال يعني خبيث. من يتعامل مع حالات زراعة الفك بالكامل على أنها حالات سهلة أو على أنها حالات صحراء أبني فيها زي ما أنا عايز؟ مفيش بقى أسنان جنبي ولا بتاع، أحط بقى يا عم وإيه وإن شاء الله ده يسند ده وده يشيل ده وخلاص. وما تحتاجش لا المهارة ولا الدقة شديدة جدا، لأنه أي شيء العين هيقابله أو هيتقبله، لأنه أساسا زي ما أنا قلت لك هي صحراء وإحنا بنزرع فيها. ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ متهم، هو في الآخر لما هزرع في صحراء، هبني في صحراء بشكل عشوائي، هطلع بإيه؟ مساكن شعبية. والله في ناس فعلا تحس ان هو يعني الزراعات مساكن شعبيه. مساكن شعبيه سنه طالعه كده، غير المساكن الشعبيه اللي غنى لها الرائع محمد منير، انت عارف بس كانت دمها خفيف. لان اغنيه منير حلوه، لكن هنا مساكن شعبيه بجد. مساكن شعبيه، مش تلاقي سنه طالعه كده وزرعه طالعه كده وزرعه وعضه، دي عشوائيات يعني، مش مساكن شعبيه. عشوائيات بالظبط، تلاقي هنا عضه. انا جالي في مره حاجه تضحك جدا، طبعا هي مأساة، بس يعني هي انا مش متخيل الدكتور ازاي طلع. جالي احد المرضى بيقول لي انا زارع، كان زارع الفكين، فك علوي فك سفلي، وبعدين فوجئت ان الفك العلوي شكله كويس لوحده، الفك السفلي شكله كويس لوحده، بس كل واحد لوحده.
ده ملوش دعوه بده. يعني هتيجي تلاقي ده لامس ده كده هنا، وكل الفك ده فاتح من هنا، وفي كل الفك ده فاتح من هنا، وفي مسافه مثلا بتاع نص متر ما بين الفكين. ابداعات في ابداعات عشوائيات في ابداعات. انا ساعات يعني بشوف يعني ماشي تعال نشوف السؤال. لا والله بشوف حاجات في 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 الشغل، لا تخوف يعني، تخوف جدا. هو دكتور ايمن هقول لحضرتك على حاجه. الناس في الـ في الـ في الـ في التحميل بالذات، احنا يعني احنا مش بنتكلم في التحميل الدائم، احنا بنتكلم، انا بكلم حضرتك ان المرحله من الدلع اللي احنا دلعنا فيها المرضى بتوعنا، ان المريض جاي بيقول انا مش همشي فاضي، فقدرنا ان احنا نمشيه بسنان، مش نمشيه فاضي، نمشيه بسنان في نفس اليوم. يمكن الحاله اللي لسه بنتكلم عليها دي بعد ما عملنا له التخطيط وعملنا له 9 زرعات فوق وعملنا له 6 زرعات تحت، ابتدينا ان احنا ادي ده منظر الزرعات وهي محطوطه في الفم. فببتدي ان انا عايز الزق له بقى تركيب، ابتدي اخد اصور واعمل له تصميم للفكين. ده انا بقوم محمل من 9 4 واعمل له تصميم، واقوم عامل له فك او اسنان بالجزء اللثوي بتاعها صناعي من ماده بي ام ام اي. دي نوع من انواع البلاستيك. ادي التصميم اهو، بنصمم الاسنان باللثه في الفك العلوي والاسنان باللثه في الفك السفلي. كويس، كل ده ايه وهو يعني لسه زارع حضرتك من 5 دقائق. هو صور بعد ما زرع وخد بعضه وانتظر في الصاله شويه، اتعمل له التصميم، اتعملت اتركبت التيوبس دي على ال4 زرعات، اتعمل الطقم اللي فيه التيوبس ده. كويس، اتخرط، اتحضر، اتلزق. المريض بقى عنده، بدل ما كان عنده يعني ممكن لو نقدر نجيب صوره قبل مع صوره المؤقت، ده المؤقت، صوره قبل مع صوره المؤقت هتفرق قوي. المريض كان داخل بسنان شكلها وحش جدا، مش عارف ياكل عليها، متلخلخه، خايف يضغط عليها، عماله تطلع بكتيريا وتطلع بلاوي وتنزلها في المعده، طلع باسنان متظبطه تمام، 9 زرعات فوق، 6 زرعات تحت، 12 سنه فوق و12 سنه تحت، الدنيا تمام. نقول له بس ايه، كل سوفت فود 6 اسابيع، اكل كل تقدر تقطعه بظهر الشوكه 6 اسابيع، مكرونات بشاميل، اضرب اللحمه والفراخ في الخلاط، يعني فراخ خفيفه كده اللي هي سوفت قوي، 6 اسابيع، ارانب تبقى خفيفه بالظبط، شهر ونص. بعد كده نبتدي يعني، قال لي لا انا بص يا دكتور، كان قال لي انا عايز السنان بتاعتي ايه لونها مصفر، وعايزها شكلها يبان انها مش منتظمه قوي، يعني تعبر عن سنه، يعني تعبر عن السن، هو كان 63 سنه. فعملنا التصميم بالشكل ده ووريناه له، وكان مبسوط جدا في اول ما عملناه. جه بعد كده شوف بقى ايه، يعني هو واخد عضه مظبوطه، تصميم ابتسامه مظبوط بمؤقت في نفس اليوم. فجه بعديها قال لي طب ما انا الناس اتعودت عليها بسنان بقى، طب ما يقولوا جمل سنانه، طب ما تيجي نعمل الدايم مرصوص حلو، علم الاسنان، علم قمر، علم قمر. طيب طيب طيب، تحب نروح للوهم بقى؟ يلا، عشان ده مهم قوي، لان هو الحلقه بدايتها كانت افكار وهميه او شكيه، شك يعني، وهم وشك ويقين. وهم شك ام يقين؟ السؤال الاولاني ده يحتاج حلقه لوحده، بس سؤال حلو وشيك وجميل وفيه فن كبير. الزراعه اقوى واحسن في حالات الفم بالكامل اللي ما فيهوش سنان اكتر، او فم بكامل يعني، اكتر من التركيبات المتحركه. طبعا يعني ابيض، طبعا طبعا ابيض، طبعا ابيض. هو ده وهم ولا شك ولا يقين؟ لا لا لا، ده يقين، يقين يقين ابيض يعني. ماشي الحقيقه طبعا التركيبات المتحركه، هي في ناس كتيرة جدا بتحب التركيبات المتحركه، ولكن النهارده لو جينا بصينا يمكن معانا نفس الحاله بتاعتنا. ده الراجل بقى بعد ما عملنا له الدايم بتاعه، التركيبات المتحركه المقصود بيها يعني الطقم المتحرك، اللي هو الكلاسيكي القديم، الكلاسيكي القديم. فهنا النهارده انا وصلنا بالراجل اهو ما شاء الله من اسنان ما فيش خالص للفك، لفكين جمال جدا، لسه جميله جدا، اسنان ثابته. اولا الطقم المتحرك انا بفقد سوتس قوه العض. ليه؟ من خوفي من وقوعه. ما هو انا النهارده لو انا عايز اكل، الضغط ده لو ضغطت جامد هيتضغط على اللثه وهيبقى فيه وجع،
فبالتالي انا مش هقدر اضغط اكتر من سدس العضله الطبيعيه. فبتفقد العضله واحد، بتبقى من واحد خمسة على ستة من قوه، فبتبقى قوه العضه للسدس. لما بتيجي تعمل زرعات وتركيبات بترجع لقوه العضه الطبيعيه واحيانا اقوى. دي اول نقطه. النقطه الثانيه، انت هتنسى حاجه، اي حاجه تماما اسمها ستيكي فود. يعني لما حضرتك تيجي تتعامل مع طقم متحرك مفيش حاجه اسمها بقى انك تاخد نوجا ولا تعمل مش عارف ودي ده بص يعني يجي ايام مولد النبي عليه الصلاه والسلام الايام بتاعت حلويات مولد النبي يبعد عن الحلويات بتاعت لان هي دي هي دي الفلسفه كلها، هي الستيكي فود الوحيد. لا لا، في 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 دلوقتي في حاجات كتيره يعني بتبقى ستيكي، يعني مثلا اللبان ستيكي فود. الرجال ال 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 لو لو واحده ما بتعرفش تطبخ رز كويس طبعا بيعجن لا صح، بس مش بلاستيكي. لا هو فعلا النوجا والملبن والحاجات اللي هي فعلا بقى بتاعت الحلويات المولد هي دي الستيكي قوي. دي الخوف. فطبعا طبعا اي حاجه هارد يعني البندق والمش عارف ايه والكلام ده مستحيل على تركيبه متحركه، تركيبه متحركه هتتقطم نصين. الحاجات دي كلها يعني انت بتفقد جزء كبير جدا من متعه الاكل ومن قوه العضله ومن شكل الوش. الكلام ده كله في التركيبات الثابته طبعا. يعني انت بتاخد سنان بقى بترجع تاني بالعمر، انك تلاقي ان عامل زي واحد كده مثلا عمل شد للوش وعمل سبخ شعره ومش عارف ايه، هو ده التركيبات الثابته والزراعات، ان انت بترجع العمر تاني، شكل الوش تاني، بترجع فن تاني في السن صغير تاني عن طريق ان انت بيبقى عندك اسنان صحيه وشكلها جميل وما فيهاش مشاكل. الناس ما تبقاش فعلا قادره تحدد عمر اللي قدامها لما يبقى عنده اسنان كده جميله. يعني ما شاء الله احنا كان عندنا واحده من عملائنا اللطاف 85 سنه ما شاء الله، ربنا يديها الصحه. السن ده عظيم. عملنا لها 16 زرعه. كانت بتاكل بندق وكسرت تفاح، لما تشوف شكلها زي بنتها، شبه بنتها، يعني بنتها، يعني هما الاثنين ما تقولش ان دي مامتي. طبعا من لا من, لا لا من الاسنان. ولا وكمان يعني ال 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 من ضمن نعم ربنا على الانسان انه يطول عمره على فكره. يعني اذا رضي الله عن عبد اطال له عمره في الطاعه يعني واحسن عمله ده طول عمره في الطاعه، دي حاجه جميله. فهو بيبقى من الجمال بقى ان احنا ك ك ك كجزء من المجتمع احنا ندي لهم مكافاه ومكافاه لان هم سبب في ان احنا عايشين. انت عارف هقول لحضرتك على حاجه، الحاله دي بالذات وكذا حاله زيها انا ما بصورهمش بعد في نفس اليوم. عارف ليه؟ بعد يعني هو بيبقى جاي لي خاسس جدا ووشه مشفوط وشفايفه بيضة. لما يبتدي ياكل بصوره بعدها بشهرين تبص تلاقي وشه ورد. لا وعبال ما العضلات بتاعت الوش تبدا ترتكز وترجع لا ونفس الجسم كله حاله الهزال اللي بتبقى في الجسم دي بتروح تماما، بتلاقيه صحته رجعت وابتدى خلاص بقى عارف ياكل. ما هو بقى عارف تحط بنزين في العربيه فالعربيه اشتغلت. في ناس طبعا يعني ما بتقدرش تاكل ناس ما بتقدرش تاكل، فكل انه يعرف ياكل دي نفسيا حتى هو بيقبل على الحياه احسن وبتبقى نظرته للحياه مقبله اكتر ومستبشره اكتر. فعلا في سرعه، في انا عايز في عجله. العضه الغير سليمه من اهم اساسياتكم في عمليه الزراعه. العضه دي بقت يعني كل الناس المتعمقه قوي بتتفرج علينا كويس بقوا فاهمين كلمه عضه كويس. طبعا يعني يقين يقين جدا. واصل العضه دي مش خطوه، العضه دي يعني انا عايز اقول لحضرتك كميه تكنولوجيا وكميه علم، وان احنا ناخد عضه بشكل معين من البق وبعدين نحطها على حاجه اسمها سيمي ادجستبل ارتكليتور. الارتكليتور ده اللي هو اللي بيفتح ويقفل ونقعد نظبط في انجلز. لا ده الفك بينزل ب 20 درجه لتحت 2 مللي والمسافه مش عارف قد ايه. الزحلقه دي نفسها في حد ذاتها هي ممكن تبان ستيب صغيره، انما هي بتفرق جدا بتفرق جدا. فان حضرتك تيجي تقول لما باجي امضغ سنان على بعض بحس ان ده بيخبط قبل ده، لا اصل انا اسناني فكيني ما بيقفلوش على بعض، لا اصل انا مش عارف امضغ. ده انت بتشوف كوارث كتيره بتيجي من عضات مش مظبوطه. فلا ده علم كبير قوي وتكنولوجيا كتيره قوي وناس وراه كتيره قوي عشان تطلع الشكل مظبوط. انا هختم بحاجه هتجاوبني ومش هتعلق، هتجاوبني بس بالكلمه. في الوقت الحالي ممكن جدا بتكنولوجيا كبيره نوفرها، مركز فيه الات، نجيب اجهزه، دكاتره بيتكلموا على الجهاز الفلاني نجيبه، ما احنا معانا فلوس. مش مهم بقى مهاره الدكتور قوي، يعني نجيب دكاتره طيبين كده نعرف يعني لسه
ورور، وطالما احنا عندنا الجهاز خلاص الجهاز بيسوق. وهم ولا شك ولا يقين؟ وهم طبعا. وهم جامد، وهم جامد عشوائيات. ده العشوائيات بعينها في كل فروع الطب. المهاره هي رقم واحد، الجهاز It is not the machine, it is the man behind the machine. دي كلمتي دي. انا شاورت لك، انا مش انا باخد الجمله بس مش حرام. بروح قايل دي بتاعت فلان، في غير بيقلد تقليد اعمى ويقول لك ده. لا نورتني وسعدتني وكل سنه وانت طيب. ربنا يخليك يا دكتور. ضيفي العزيز الاستاذ دكتور شادي علي حسين كالعاده مبدع وكالعاده في الناس الحلوه. خليكم دايما على سحر. المشكلة عند البشر جميعا بعد سن الأربعين انه يبتدي يواجه صعوبة في رؤية الأشياء اللي على مسافات قصيرة. يرجع شاشة التليفون او الجورنال لورا شوية عشان يبقى فوكس ويشوف الدنيا بوضوح. نقف قدام كلمة الحالات اللي ينفعها الصبر، عايزين نفهم مين الحالات دي. الليزك وإعادة تشكيل القرنية لا يصلح للجميع. الدكتور عمر برادة، دكتوراه طب وجراحة العيون القصر العيني، زميل الكلية الملكية بجراحة العيون لندن، زميل البورد الأوروبي باريس، زميل معهد جراحات العين الدقيقة برشلونة. اهلا بكم. النهارده حلقه مهمه جدا، وموضوع الحقيقه انا شايف انه شديد الاهميه، وزي ما بيقولوا كومبلين او شكوى لكثير من الناس. كثير من الناس عندهم ضعف ابصار، عندهم مشاكل في الرؤيه القريبه، ما يقدرش يقرا كويس، ما عندوش عنده كذا نظاره، نظره قرايه ونظره نظر عاديه، خايف يعمل تصحيح ابصار مثلا، لا يواجهوا مشكله مع القرايات القريبه، وخصوصا احنا معتمدين يعني كلنا قاعدين على الفيسبوك، كله قاعد بيقرا في الفيسبوك، بيقرا كومنتات. لو هو تاثرت القرايه القريبه مش هيقدر يتعامل مع الحاجات دي. شغله بقى لو هو بقى بيشتغل محاسب في بنك لازم على طول بقى يبقى نظره القرايه موجوده. النهارده قضيه مهمه جدا هنتكلم عليها، ازاي نتعامل مع هذه الشكاوي المتكررة من ناس كتير. ضيفي العزيز الحقيقة قمة علمية كبيرة واسم كبير في عالم العيون، وبسعد جدا بلقائه وشرف كبير لنا هذه الزيارة في حوار مهم وفي تكنولوجيا حديثة للغاية. طبعا هو الأستاذ دكتور عمر برادة. أهلا بيك يا دكتور عمر. أهلا بيك دكتور أيمن، منورنا. وأنا بنقل لك شكوى شهيرة جدا. صحيح. المشكلة عند البشر جميعا بعد سن الأربعين انه يبتدي يواجه صعوبه في رؤيه الاشياء اللي على مسافات قصيره. ويبتدي ان هو يحتاج انه يلجا الى نظاره اللي بنسميها نظاره قرايه عشان يقدر ان هو يمارس عمله الحاجات القريبه زي ما حضرتك كنت شرحت. واحنا النهارده في العالم الحديث احنا معظم متطلبات البصر عندنا هي الحاجات القريبه، ان كان قراءة الجرايد أو القعدة قدام الكمبيوتر أو الشغل المحاسبي أو أيا كان. احنا بقينا معظم حياتنا مقضينا بنبص على حاجات قريبة مننا. فإن البني آدم يبتدي إن هو يفقد القدرة إنه يركز بعينه المجردة على الحاجات القريبة ويشوفها بكل وضوح، تبقى مشكلة مزعجة جدا للعيان أو للبني آدم أو للشخص ده. إيه الحلول؟ هناك حلول تقليدية وهي نظارة القراية. يعني نظارة القراية كويسة وبتشتغل وبتخلي العيان ان هو يشوفها بكل يشوف الحاجة القريبة بكل وضوح، ولكن فيها مشكلتين. المشكلة الأولى إن المقاس النظارة بتاعت القراية محتاج إن هو يتغير بالتدريج. يعني عند ال 40 العيان يحتاج يلبس نظارة بلس 1، عند ال 45 أو ال 42 واحد وربع، واحد ونص، وهكذا لحد ما بنوصل لبلاتو معين عند سن ال 60 سنة هي بتبقى بلس 3. والاعراض اللي بنشوفها او العيان يعرف او الشخص يعرف ازاي ان هو بيعاني من هذه المشكله اللي بنسميها باللغه الطبيه بريسبايوبيا، هي انه يلاقي ان هو محتاج يعمل حاجتين: يرجع شاشه التليفون او الجورنال لورا شويه عشان يبقى فوكس ويشوف الدنيا بوضوح، دي مشكله،
او انه يكبر الفونت قد كده او انه يعلي الاضاءه اللي هو بيقرا فيها جدا عشان يقدر ان هو يشوف القصه دي كلها. في كل الاحوال الموضوع مزعج جدا، وبالاخص لو واحد مثلا محتاج انه يلبس نظاره للمسافات البعيد، فيبقى لابس نظاره المسافات يقلعها، يلبس نظاره القرايه، او يعمل باي فوكلز اللي هي جزء من النظاره بيبقى للمسافات وجزء تاني للحاجات القريبه، ومش كل الناس بتستحمل هذا الموضوع، الموضوع بيبقى مزعج جدا. او انه ينزل النظاره كده حضرتك عارف الـ 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 فهو احنا النهارده في 2018 احنا العالم كله في مجال طب وجراحة العين ماشي في اتجاه معين اسمه سبكتكل اندبندنس، الاستغناء عن النظاره كامله في جميع الاعمار السنيه من بعد سن ال 18. ان احنا عارفين ان قبل سن ال 18 نمو العين ما يكونش اكتمل، ما ينفعش ان احنا نعمل تصحيح ابصار ولا بليزر ولا بعدسات ولا باي حاجه خالص الا لما الدنيا كلها تستقر. فالمشكله اللي واجهت المجتمع بتاعنا في الفتره اللي فاتت دي هو بعد ما تقدمنا في الليزك وخلصنا الناس من نظارات قصر النظر وطول النظر والاستجماتيزم، ازاي نخلص البني ادم او الشخص اللي عدى سن ال 40 من نظاره القرايه. ولا علم اتطور على مدى يعني نقول ايه العقود اللي فاتت، وحاولنا بطرق عديده منها عدسات، منها عدسات بتزرع جوه العين، منها تشريط في صلبه العين وهو الجزء الابيض، منها كانت في الاول البدايات للليزر او الاكزمر ليزر اللي هو الليزك لتصحيح او ان احنا نحسن من هذه المشكله، والتكنولوجي والسوفت وير بتاع الليزك ده اللي هو اللي بيصلح نظاره القرايه اتطور على مدى السنوات السابقه لحد ما اخيرا وصلنا لحل رائع لهذه المشكله اللي احنا بنسميها السوبرا كور. السوبرا كور ده اسم هشرحه بالتفصيل دلوقتي، هي القمه اللي احنا وصلنا لها عشان نعالج هذه المشكله. ايه بقى هو السوبرا كور؟ العالم كله بيتكلم عنه. السوبرا كور زي ما انا قلت هو ليزك، هو اجراء زي الليزك بالظبط، وانا عارف ان احنا النهارده كتير جدا من مشاهدينا ومن الشعب عارفين ايه ليزك ويعني ايه تصحيح ابصار بالليزر ويعني ايه استغناء بالنضاره، وبان هو ليزر بينزل على القرنيه اللي هو النسيج الشفاف اللي موجود في الجزء الامامي من العين اللي مسؤول عن تجميع الضوء عشان ينزل على الشبكيه اللي هو النسيج الحساس للضوء اللي احنا بنشوف بيه، ويعيد تشكيله بشكل ميكروسكوبي عشان يصلح عيوب انكسار الضوء ويخلي الضوء اللي داخل ان هو يبقى فوكست مش بس على الحاجات البعيده ولكن على الحاجات القريبه. طب بيعمل كده ازاي؟ هو ليزك تفصيلي معقد جدا بينزل بيغير شكل القرنيه من شكل عامل زي قبه الجامع كده الى شكل مالتي فوكل او بالاصح فاري فوكل، يعني بيخلي جزء من القرنيه يبقى مسؤول ان هو يجمع الضوء ويخلي يبقى فوكس على الحاجات البعيده، وجزء اخر من القرنيه لما الضوء بيعدي منه يبقى فوكس على الحاجات القريبه. ففي نفس الوقت على حسب العيان مركز بعينه على اي مسافه القريب او البعيد يقدر ان هو يشوف بكل وضوح بدون الاحتياج انه يلبس النظارة بتاعته. ده الفكرة بتاعت جت منين الفكرة دي؟ الفكرة دي الحقيقة اتس فيري انترستنج. ليه؟ انه احنا لقينا ان البني ادم لما بيجي ان هو يقرا في ثلاث حاجات بيحصلوا. الحاجة الأولى ان عينيه بتقرب من بعض عشان يركز على حاجة قريبة، ان النني العين البيوبل او احيانا بنسميه بؤبؤ العين بيضيق، وان العضله اللي موجوده جوه العين اللي موجوده في حته اسمها الجسم الهضبي بتحصل لها كونتراكشن او بتشد فتغير من شكل العدسه البلوريه اللي جوه العين، فيخلي الفوكس بتاع الجهاز البصري كله انه يركز على الحاجه القريبه. العدسه اللي جوه العين دي واحنا صغيرين بتبقى عندها نسبه مرونه عاليه جدا، لما بنكبر اللي بيحصل ان الالاستيسيتي او المرونه دي بتقل، فيبقى قدره العين انها تركز على الحاجات القريبه تقل، فمن هنا نبتدي نحتاج ان احنا نلبس نظاره او نحتاج ان احنا نلجا لنظاره القرايه. فهم الفكره بتاعت ان النني بيضيق فجم خلوا الجزء لما يجي بينزل الليزر على سطح قرنيه بيعيد تشكيلها على المستوى الميكروسكوبي بدون الم، بدون اي نوع بشعور باي نوع من الديسكمفورت او قله الراحه،
نخلي الجزء الوسطاني من الكرانيه ان هو يبقى فوكس على مسافه معينه، والجزء اللي براه على طول اللي ممكن نقول البريفري او الجزء الخارجي من الكرانيه يبقى فوكس على مسافه تانية. فعلى حسب التاني العين مركزه على اي مسافه، الضوء بيعدي من الجزء في القرنيه اللي مسؤول عن توضيح الرؤيه في المسافه اللي العيان بيبص عليها. ليه احنا ما قدرناش نوصل للموضوع ده من زمان؟ لان التكنولوجي بتاع الليزك عامه، وده تكنولوجي قائم من سنه 88 الحقيقه، حصل فيه تطورات رهيبه. اهمها هي الجهاز اللي بياخد بصمه العين وبيعمل اي تراكنج، يعني هو بني ادم انه يخلي عينه ثابته في اتجاه واحد اكتر من جزء من الثانيه مستحيل، لان دايما في حركه مستمره. فان الليزر ينزل في الجزء بالظبط اللي احنا بندور عليه، كنا محتاجين نجيب جهاز بيفضل يعمل تراكنج او بيفضل ماشي مع حركه العين، تتبع بالظبط لحركة العين، عشان خاطر البلس او ضربة الليزر اللي بتنزل من الجهاز تنزل في المكان الصح وتعيد تشكيل القرنية بالشكل اللي احنا عايزينه، نقدر نوصل للشكل اللي هو المالتي فوكل او الفاري فوكل ده، فيخلي العيان يقدر ان هو يشوف بوضوح على جميع المستويات او على جميع الديستنسز بعد سن الاربعين. ده اللي قدروا يوصلوا للنقطة دي شركة أمريكية اسمها بوشل لوم حقيقة، وعملوا جهاز جديد اسمه تينيو 317 اي. ده جهاز ممكن نقول الأحدث في عالم الأكزيما الليزر أو الليزك كله. والحاجة اللي تميزه عن الأجهزة الأخرى هو جهاز التتبع اللي احنا اللي هم وصلوا له ده. اللي هو هاي دي فكره جهاز التتبع بالظبط، حركه العين والليزر بيمشي ورا الحركه عشان ينزل الليزر في الشكل في المكان المظبوط. هل في فحوصات معينه نعملها قبل ما نعمل السوبراكول؟ ده بالتاكيد. الليزك عامه نقدر نقول ان هو ليس للجميع. واحنا يعني قلنا الموضوع ده كتير جدا، ان هو مع انتشار الليزك باشكاله سوبراكول او خلافه، لابد ان الدكتور اللي هياخد قرار باجراء او عدم اجراء عمليه الليزك او السوبراكور ان هو يعمل فحوصات دقيقه جدا ومتعدده، وانه يبقى فاهم كويس جدا في الفحوصات بتاعته عشان يعرف مين من المرضى اللي جايين ينفعهم اجراء الليزك ام لا. اهم الفحوصات هي حاجه اسمها تصوير القرنيه او البنتاكام، وده بيديني عده خرائط مختلفه للقرنيه، اهمها سبق القرنيه، مدى تهدب القرنيه، نفس الوقت الخريطه الاماميه والخلفيه للقرنيه. فبنعمل هذه الفحوصات وبنشوف لو قرنيه الشخص او المريض اللي قدامي دي يصلح لها اجراء الليزر او الليزك ام لا، ونقدر بامان نقدر ان احنا نوصله للحاجه اللي هو بيدور عليها، وهي الاستغناء الكامل عن النضاره حتى بعد سن الاربعين. نقف قدام كلمه الحالات اللي ينفعها السوبراكور، عايزين نفهم مين الحالات دي. معظم الحالات ينفعها. احنا بنتكلم انه عاده الناس اللي بتجينا وبتدور على الاستغناء عن النضاره بيبقى حاجه من ثلاث حاجات، لإما عيان بيرتدي نضاره للمسافات ومعدي سن ال40 وجاي عايز يخلص من النضاره، فلازم الطبيب ان هو لما يتكلم معاه ويعمل له كونسلتيشن يفهمه ايه هي الاوبشنز اللي متاحه. لو عمل ليزك عادي هيستغنى عن نضاره المسافات اللي هو متعود عليها او لابسها من صغر السن، ولكن هيحتاج برضو الى ارتداء نضاره القرايه. فالسوبراكور يحل هذه المشكله، يخليه يستغنى عن نضاره المسافات ونضاره القراءه. في اللي عامل ليزك قبل كده قبل سن ال40، وده عيان مميز جدا. ليه؟ لان هو اللي خلاه يروح يعمل ليزك اول مره هو عدم رغبته لارتداء النضاره. فلما بيوصل لل40 ولقى ان هو محتاج ان هو يرتدي نضاره قراءه يقول لك الله انا مش عايز البس نضاره يا جماعه، انا من الاول انا مش عايز البس نضاره. ده نقدر برضو ان احنا بعد الاجراء الليزك الاول اللي عمله من عده سنوات ان احنا نعمل سوبراكور اللي هو الليزر التفصيلي او الليزك التفصيلي بالشكل اللي انا وصفته لحضرتك ده، فنخليه برضو ما يحتاجش الى ارتداء نضاره قراءه عند سن ال40 وبعدها. والحاجه يعني اخر الابحاث اللي نشرت في الجرايد العلميه هو ان احنا نقدر نعمل سوبراكور على قرنيه تا
بتاعت عين اتعمل فيها عملية المية البيضاء قبل كده. عملية المية البيضاء عبارة عن ايه؟ عبارة ان احنا بنشيل العدسة الطبيعية بتاعت العين اللي هي موجودة جوه العين، العدسة البلورية، وبنحط مكانها عدسة صناعية. العدسة الصناعية دي ما عندهاش القدرة انها تركز او تفوكس على اكتر من مسافة، انها خلاص ان احنا شلنا النسيج الاساسي، فالعين ده بيبقى شايف الحاجة البعيدة فقط. تقول له حاول تبص على كمبيوتر، او حاول انك تقرأ في الجورنال، او تقعد على كتاب تقرأ فيه، مش هيعرف الا بارتداء النظارة، ونظارة بلاس 3 يعني مقاسها عالي. برضو الناس دي في الابحاث اللي فاتت شفنا نتائج رائعة، ان احنا باعادة تشكيل القرنية يقدروا ان هم بعد ازالة المية البيضاء وظهر العدسة ان هم برضو يستغنوا عن نظارة القراية بتاعتهم. هقف قدام برضو الناس اللي ممكن تفكر طب السوبر كول ده متعدد التأثير على القرنية، صح كده؟ بالظبط. هل القرنية يعني تبقى مرتاحة في ان انا اعصر على اجزاء بشكل واجزاء بشكل اخر؟ ده سؤال مش طبي، سؤال شعبي، تحس انه سؤال ناس عادية. هو دي ترجع للنقطة اللي حضرتك سألتها، موضوع الفحوصات. هو والنقطة اللي انا قلتها، الليزك واعادة تشكيل القرنية لا يصلح للجميع. مش كل واحد نفسه يعمل ليزك ينفعه ليزك. في ناس مقاساتها عالية جدا ما تعالجش بالليزر، في ناس القرنية بتاعتها رفيعة جدا ما نقدرش ان احنا ننزل عليها ليزر، في ناس عندهم امراض اسمها زي مرض القرنية المخروطية ممنوع ان انا انزل ليزر على القرنية. ان الليزر ده بيعيد تشكيل القرنية، بيضعف القرنية حبة صغيرين، ولكن قرنية طبيعية مش ضعيفة تستحمل هذه الإعادة في التشكيل بكل سهولة وبكل أمان. عشان برضو نحفظ الناس أو نوضح لهم، من هو الشخص يعني في ملخص برايفلي كده اللي هيستفيد من السوبراكور، اللي هيستفيد من إيه، هيسعد بإيه؟ المريض الشخص اللي ينفعه سوبراكور هو المريض اللي معدي سن الأربعين، اللي عايز يستغنى عن نظارة القراية بتاعته، حتى لو بيلبس نظارة قراءة، حتى لو عامل عملية مياه بيضاء، طالما ان الفحص بتاع القرنية والفحوصات اللي بنعملها قبل السوبراكور كلها سليمة وبتدل ان القرنية بتاعته قوية وسليمة وتستحمل هذا الإجراء البسيط اللي بياخد تقريبا 10 دقائق، والنتيجة بنشوفها من تاني يوم مباشرة. السوبراكول ينفع حتى اللي عمل ليزك قبل كده؟ عايز ان عشان في ناس كتير معتقد ان الليزك عملية تعمل مرة واحدة فقط. لا، ده مفهوم غلط جدا عند كتير من الناس الحقيقة. الليزك نقدر نعمله عدة مرات. قبل كل مره بننزل ليزر على القرنيه لابد ان احنا نعمل فحوصاتنا مره اخرى عشان نتاكد ان القرنيه تصلح لاجراء الليزر. زي ما قلت لحضرتك، هذا النوع من المريض الحقيقي انا اكتر واحد يعني طبعا مهتم بعينيني كلهم، بس ده بيبقى واحد واخد قرار الاستغناء عن النظاره من زمان، فلما بيجي عند سن الأربعين يقول لك الله ده انا الليزك ما مش شغال. لا، هو مش مساله ان الليزك مش شغال، لا، هو الليزك اللي حضرتك عملته للاستغناء عن نظاره المسافات شغال كويس جدا، انما المشكله النهارده هو ضعف العضله الداخليه وعدم قدره العين على التركيز على الاشياء اللي على مسافات قريبه، وبالاعاده الليزك مره اخرى وعمل سوبرا كور فوق الليزك اللي هو كان عامله قبل كده يخليه هو ما يحتاجش انه يلبس نظاره القراءه. طب الناس اللي برضو عايز اركز على النقطه دي، الناس اللي بعد سن 40 بتلاحظ انه نظرها تاثر، ده مش قرنيه مخروطيه ولا ممكن قرنيه مخروطيه تتكون بعد سن 40؟ ده سؤال مهم على فكره. القرنيه المخروطيه ده مرض عامل زي الجوكر كده. يعني تصدق انت خوفتني يا دكتور لما قلت كده. انا وانا بساله لك خايف تقول لي انه ممكن. هو في القرنيه المخروطيه كل حاجه ممكنه، ولكن زي اي مرض في العالم بيبقى له باترنز معينه. يعني هو معروف اكتر ان هو بيبتدي يظهر مع سن البلوغ، في مع سن الشباب في 15 16، عقبال ما يزيد ويبتدي ان هو ياثر على العين وعلى حده الابصار نكون وصلنا الى اوائل العشرينات. ولكن احيانا مدى تدهور الحاله بيبقى بطيء الى درجه ان الاعراض ممكن تحصل او تبان على العيان بعد كده بكتير. القرنية المخروطية في المراحل المبكرة بيبقى صعب جدا تشخيصها اكلينيكيا، يعني بالجهاز اللي احنا بنقعد العيان عليه ونبص على 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 عينه بالميكروسكوب ما تظهرش العلامات الدقيقة والرفيع والقليلة جدا بتاعت القرنية المخروطية، ما تبانش غير لما نعمل الفحوصات وندقق فيها قوي.
فيطلع لنا بعض العلامات البسيطة اللي تقول لي ان القرنية دي مش طبيعية، هي مش مخروطية بس مش طبيعية. ولازم اي دكتور بيفهم في هذا المجال يعرف ان القرنية الريجلر اللي هي غير طبيعية، ان لو نزلت عليها ليزر وضعفتها ممكن تقلب معايا الى قرنية مخروطية. وبنشوف هذه المشكلة مع انتشار الليزك المفرط اللي موجود. ولكن الدكتور اللي بيعمل فحوصاته وبيدقق فيها وبيشوف كل التفاصيل الصغيرة ويلاقي ان القرنية دي طبيعية، بيقدر ان هو يوفر للعيان بتاعه الرغبة اللي هو عايزها، وهي الاستغناء عن النظارات بالكامل. الحقيقة انت شرفتني ونورتني، ووجودك معانا زي ما بقول عطانا اللي هو الترم اوف اكسلنسي ده في الطب بقى، اللي هو التميز الشديد. الله يخليك جدا بقى. العيون عندنا من النوعية يعني هي طول عمرها فخرة، بس بقى بقت كاملة الفخر. الله يخليك يا دكتور أمين، ميرسي لذوقك وميرسي على حسن الضيافة، واتمنى ان يكون الكلام اللي قلناه ده مفيد للسادة المشاهدين، ونشوفهم دايما في احسن حال ان شاء الله. ان شاء الله. لا الاسبرا كده تالي فهم جدا جدا، اتمنى، لان تكنولوجيا متقدمه، تكنولوجيا حديثه موجوده في مصر، صحيح مش موجوده في كل حته لكن موجوده، وتحقق كثير جدا من المتطلبات الهامه جدا. الناس مش هتقدر تمشي معاها ثلاث نظارات او نظارتين، حتى نظاره واحده بتاعت القرايه دي وقعت منك وانت بتقرا. وفي ناس شغلها طبعا من غير نظاره قرايه، في ناس يا باشا بتتخم في الشيك اللي بيجي، تعرف الشيك اللي بيجي في محلات الاثنين من الثلاثه مثلا، كم الشيك 300 جنيه هو 200 مثال، والغلبان يدفع، ما هو بيبقى قاعد جنبه حد مش عايز يتكسف ويقعد يطلع نظاره، بتحصل يعني مع احسن العائلات. نورتنا طبعا ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور عمر برادة، كان ضيف في الناس الهامه. خليكم مع الناس الهامه، افضل برنامج علمي الدكتور والناس الحلوه الدكتور ايمن رشوان. رشوان ربما كان صعبا في بدايته واستمرين وكملنا، ولم استطيع ان اقول في هذه الامسيه الرائعه اننا حققنا معادله صعبه بين الطرح الطبي الذي نراه دائما صعبا مملا احيانا، وبين ما يتركبه الاداء التلفزيوني من تشويق وابداع. وانا امسك في يدي بهذه الجائزه القيمه في هذا المكان الراقي والمهرجان الممتع، استطيع ان اقول اننا نسير على الطريق. اشكركم واحبكم واقدركم، واتمنى لكم دائما كل الصحه والسلامه. الحقيقة التكريم جه في وقت مهم جدا بالنسبة لنا. انت عارفة الثقافة المصرية كانت في خطر، الثقافة المصرية فيما يتعلق بالوعي الطبي كانت في خطر شديد جدا، وبعدين الناس كانت هتتخطف ورا الدجل والنصب لغاية دلوقتي، والمنتجات اللي بتتباع في حتت غريبة تحت مسميات طبية، وناس المرضى غلابة طيبين بيمشوا ورا الحاجات اللي هي اللي فيها دجل ونصب بيستسهلوا، وده غلط. ثقافة الاستسهال قلنا كتير انها غلط شديد جدا. احنا بنينا ثقافة عند الناس تفهم ازاي تتعالج، ازاي تفهم المرض، العلاج بفحوصات، بعلاج صح، باسلوب علمي منضبط. يجي بقى الجايزة دي تقول لك ان انت ماشي على الطريق صحيح، ماشي على التراك الصح، ماشي على يعني الناس فعلا مصدقه الطب الصح، الطب المنضبط، الطب الاكاديمي، الطب اللي قائم على اساتذه في كليه الطب او استشاريين، ناس واخدين شهادات محترمه جدا. الحاجه الثانيه دي مهمه جدا اللي قدمناها، صوره الطبيب المصري للمجتمع العربي، ده مهم جدا. ربنا يسهل ونكمل زي ما احنا ان شاء الله، رغم كل الصعوبات ورغم كل المعوقات اللي بتقف قدامنا. فانا مبسوط فرحان طبعا جدا.
الفرق بين التجربه الناجحه وبين المحاوله اللي مش مبنيه على اساس علم. هو ايه اللي بيسبب القلق للعيان؟ اللي اثر في النزول في الوزن هو البيهيفير. هو فت انه يعمل عمليه او ما يعملش عمليه، وبيعملوا العمليات وبيعيشوا حياتهم من سن الستين. الالتزام بتعليمات العمليه على مدار ال 12 شهر الاولانيين. الاستاذ الدكتور وليد ابراهيم، استاذ جراحات السمنه المفرطه، استشاري جراحات المناظير كلية طب جامعة عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة IFSO. أهلا بكم. بلا شك السمنة إعاقة كبيرة جدا. الولد كان نفسه يلعب كورة مع زمايله، نفسه. في ناس ولاد صغيرين بتبقى حلمهم إنهم يلعبوا كورة مع زمايلهم. هقول لكم على حاجة مهمة جدا بقى جدا. في دراسة بتؤكد انه السمنة تزيد جدا بعد الجواز. الدراسة دي اتعملت بفاميلي طبقا لمجلة اسمها فاميليز هيلث اند سيستمز. الدراسة دي جيدة جدا، وانا في رأيي كمان هم قالوا في الدراسة دي حاجة غريبة جدا كمان. قالوا انه كل الموجود في هذه الدراسة يزيد جدا في الريف الامريكي عنه في الحضر الامريكي. طيب تعالوا نقف قدام الحتة دي شوية. بعد الجواز في قاعدة مهمة علمية بتقول انه الجنس بيزود الوزن. ازاي؟ لو اتعمل بشكل او بمعتقد غير منطقي. الجنس بيزود الوزن، المفروض بيقلل الوزن. يعني علميا الجنس الرياضة نوع من انواع الرياضات الجيدة جدا، فالمفروض انه بيحرق سعرات حرارية فيقلل الوزن. ده العلم. بس التطبيق على الحياة انه لو في اثناء الزواج في علاقه زوجيه حصلت، بعديها الزوجه بترى انه من باب التعبير عن الحب ان انا عامل وجبه كبيره. هو طبعا بعد الجنس مباشره السعرات الحراريه بتتحرق، فبالتالي الرغبه في الاكل بتبقى موجوده. الانسان بعد الجنس بيحس انه عايز ياكل، الست والراجل. والست عايزه توري جوزها ده بتحبه قد ايه، فبتعمل وجبه كبيره جدا. في سبع حاجات مهمين جدا بيحصلوا في الجواز بعد الجواز. اول حاجه انه الراجل والست الاثنين ما بيكونش مهتمين قوي خلاص برشاقتهم، ده بقى شيء عقلي خطير جدا انه خلاص اتجوز. الثاني انه الالتزامات الماليه اللي عند الزوج بتخليه مركز جدا في تامين الاكل، بيشتغل كتير وجبات سريعه، كمان عنده ستريس فالكورتيزون بيعلى فالكرش بيتكون. كمان معظم الوقت والسهرات الزوجيه بتكون قدام التلفزيون، مفيش سعرات حراريه. الزوجه بتعمل وجبات اكل كتيره وحلوه لجوزها، خصوصا مثلا في الاماكن زي ما قلت لكم الريفيه، يعني في الصعيد مثلا السمنه بعد الجواز بتبقى ملاحظه جدا في الصعيد. انا بعتقد ان الموضوع اكبر بكتير، لانه هناك الزوجه معظم الوقت قاعده في البيت، ما بيشتغلوش كتير، فالاكل هي مهنتها الاولى والاساسيه. حتى لو بتشتغل الاكل هو اساس، والاكل بتاع الصعيد غير اكل بحري خالص. بط وز سمنه بلدي، فالقصه هناك كبيره. كمان لو الراجل عايز يلعب رياضه او يخرج مع اصحابه وبتاع، الزوجه تقول له لا اقعد معايا، ده بيخلي الوزن يزيد. في الخروج في اخر الاسبوع لو احنا هنروح محلات فاست فود، طب ما ده هيزود الوزن. كمان المعروف انه الزواج غير السعيد بيزود الوزن، لانه مع الزواج غير السعيد في اهمال، انا مش عايز ابقى شكلي حلو، مش مهتم قوي ان مراتي تشوفني شكلي حلو. لكن خلي بالكم انه في مناطق بقى طبيعه حياتهم بتخلي الوزن يزيد بشكل اكبر، وهو ده هيكون محور حواري النهارده مع ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير في عالم جراحات السمنه الممتع في حواره للنهارده. يعني قال لي تعالى نركز على الناس الموجوده في الصعيد ونشوف طريقه تفكيرهم، وكمان هل الخدمه الطبيه الموجوده في الصعيد كافيه ليهم ولا فيها نقص. ضيف العزيز الاستاذ الدكتور وليد ابراهيم، اهلا بيك يا دكتور وليد. اهلا دكتور. الحقيقه انا عايز ابدا معاك بالفكره دي، طبيعه الحياه. السمنه في مناطق معينه زي المناطق اللي فيها ريفيه زي الصعيد الشرقيه المنصوره، الناس دي بتاكل كويس جدا وبتاكل بطريقه مختلفه عن بتوع القاهره.
طبعا هي طبيعة الحياة عندهم هي اللي خلت طبيعة الأكل مختلفة. يمكن الحياة اللي هي المتمدنة في بيبقى في حركة وفي نشاط، إنما الـ زي ما أنت قلت طبيعة الأكل كمان في الريف. إحنا لو خدنا بالنا هنلاقي حتى في مصر في المحافظات كل بلد وليها أكلة معينة. البط يعني البط بورسعيد. فتلاقيه هو متميز. يعني قصة الأكل بتشغل حيز كبير قوي في دماغ المصريين والعرب وبوجن عام، لأنه طبعا هي الأكل في حد ذاته متعة ومتعة كبيرة. فطبيعة الأكل في المحافظات هي طبعا ليها دور كبير قوي، إنها بتزود من زيادة الوزن والسمنة والأمراض المترتبة بقى عليه، السكر والضغط وارتفاع الكوليسترول. ولما انت ذكرت قصة الدراسة اللي اتعملت في الريف الأوروبي، احنا عندنا كده الريف الأمريكاني السمنة موجودة على مستوى مصر ومتوزعة بنسبة أعلى في المحافظات وفي الأرياف وفي الصعيد، بس الملفت للنظر هو مدى الاختلاف الوعي في الفترة الأخيرة. اللي هو وعي الناس بعمليات التكميم وتحويل المسار، وان هو يبدأ يلجأ لوسيلة فعلا مقنعة على أرض الواقع عشان ينزل في الوزن، مش مجرد خرجت الموضوع من إطار ان هو ناحية تجميلية او اهتمام بالنفس ان هو ينزل كرشه او الى موضوع اكبر اللي هو طريقة لعلاج الأمراض. يعني الوعي زاد لدرجة مش ان السمنة مجرد شكل، ان هو لابس وشكله مش عاجبه، او ان هو عايز يجيب مقاسات اقل، او ان هو عايز يجيب مقاس اقل في اللبس عشان يبقى شكله حلو، اكتر من ان بقى فيه اهتمام ان لا السمنة عملياتها اللي اتعملت في الفترة الاخيرة اثبتت ان السكر بيختفي بنسبة 100% من النوع التاني، وان الضغط بيختفي بنسبة 100%، وبالتالي بقى توجه الناس ومعرفتهم بفوائد جراحات السمنة عالي قوي. الملفت ان الموضوع ما بقاش موجود في مجرد محافظة القاهرة واسكندرية او القاهرة الكبرى، لا ده بقى موجود في اهل الصعيد والاريف. طبعا ده ظاهر لينا، احنا بنشتغل فترة كبيرة تكميم معدة وتحويل مسار، بدأت نسبة المرضى اللي جايين من الصعيد تبقى عالية قوي. ولما بنيجي نتكلم معاهم بيلاقونا ان هم متابعين الموضوع بشغف بدقة جدا. احنا عملنا لقاء مع الراجل الجميل ده بتاع محافظة حاجة حسني وعملنا له تصوير وفيلم وثائقي عن حياته. الراجل أذهلني جدا بوعيه بدرجة حفظه ومشاكل اللي واجهها قبل ما يكون رشيق أو قبل ما يعمل عملية التكميم معدة، لأن هم الناس دي شافت نتائج العمليات على أرض الواقع وهناك متقاربين يعني. وبيقولوا البعض أيوة. فأنا دايما كنت أؤمن إن نتائج جراحات السمنة تكميم أو تحويل حاجة لازم تحسها بإيديك. هو مش سمك في مية. إن هو زي ما بيبقى موجود في الوسائل التانية، مش مجرد أنت سمع. وبيبقى بعض الناس لغاية دلوقتي ما بيبقوش متخيلين إن هم ممكن يعملوا تكميم وإن هم يعيشوا حياة طبيعية وإن هم يأكلوا ويشربوا بس كميات قليلة، وفي نفس الوقت ينزلوا عدد كبير من الكيلو اللي بيغير من حياتهم تماما. لغاية حتى لما الناس بتبقى موجودة على المكتب وانا بشرح لهم فوائد العملية سواء كان تكميم او تحويل، انا دايما بدي توقعات للنزول في الوزن، بس اكتر من التوقعات في النزول في الوزن، وده اللي احنا لاحظناه على المرضى، ان على سبيل المثال عملية تكميم ببساطة بحاول اوصلها له ان هي بتصغرك من 10 ل 15 سنة. النزول في الوزن في حد ذاته بيحسن من الوظائف الحيوية، بيحسن من قدرة القلب، بيحسن من قدرة الجهاز التنفسي. فحتى لو ما كانش فيه امراض عضوية ملموسة زي السكر او الضغط، هو بيحسن من طبيعة الوظائف الحيوية في الجسم كله.
يعني احنا قابلنا ناس كتير قوي كان الاجكشن فراكشن اللي هي قوه عضله القلب كانت طبيعي ما بين 55 لغايه 70%. دي نسبه كده موجوده. ده 50 ل 72. انت دكتور بطنه وحافظ صم. احنا شفنا مرضى من السمنه قوه عضله القلب اقل من 40 ده هارت فيلير. وان اتعمل لهم عمليه تكميم معده وبعد شهر وثلاث اشهر وست شهور بدانا نعمل اشعه تلفزيونيه على القلب لقينا ان قوه عضله القلب وصلت للطبيعي لمجرد النزول في الوزن. فما بالك بقى بقيه الفوائد. الفوائد دي ما بقتش موجوده على نطاق المدن بس، مش القاهره والمحافظه والقاهره الكبرى، بالعكس اتنقلت الثقافه دي على مستوى مصر كلها بالذات الصعيد والريف. بدأوا يفهموا مشاكل ومضاعفات السمنة كويس وبدأوا توصل لهم الفكرة اللي احنا كنا عايزين نوصلها من الأول عن عمليات جراحات السمنة. ان الأمراض المزمنة يمكن علاجها بنزول الوزن. السكر من النوع الثاني، السكر من النوع الثاني، الكبدي أو الضغط، ارتفاع الكوليسترول، التهاب المفاصل، السليب ابنيا اللي هي صعوبه التنفس اثناء النوم. الكانسر بنحمي منه لانه بي بي بيعمل ريسيت او بي بيعيد تظبيط الهرمونات على مستوى الجسم كله. عدم القدره على الانجاب، احنا قابلنا ناس لا يستهان بيها، نسبه عاليه جدا في وسط المرضى اللي كانت بتيجي ان عندها عدم القدره على الانجاب وعملت كل حاجة مع دكاترة النساء عشان تشوف ايه الاسباب ومبقاش في اسباب. ومجرد النزول في الوزن في خلال سنة من بعد عملية التكميم بيحصل انجاب طبيعي بدون تدخل الاي بي اف والخصاب المجهري والكلام ده. فده بقى في كاتيجوري تاني، يعني في بقى في حاجات تانية. العملية خاصة عملية تكميم المعدة بتعالج حاجات لدرجة ان بقى في دراسات دلوقتي. طب هو الجزء المتشال، لان المعدة هي الوظيفة بتاعتها لو احنا من اول ما ذكرناها في الطب ان هي ريزرفوار، ان هي مخزن للاكل. بس علاوة على انها مخزن للاكل، في دكاترة الاندوكراين هي عضو الافراز الهرمونز على مستوى الجسم كله، زيها زي الامعاء الدقيقه. هي بيحصل امتصاص بس هي فيها هرمونز، الهرمونات دي كتيره جدا. طب هل استئصال الجزء اللي موجود في المعده ليه تاثير على الهرمونز اللي موجوده في الجسم؟ طب هو تاثير ايجابي ولا سلبي؟ اللي احنا شفناه كله ان الجزء اللي بيتشال من المعده ده ليه تاثير ايجابي جدا على هرمونات الجسم. وده بتؤكده الدراسات، بس هي في صوره نظريات، بس ارض الواقع بيبين ان هي ليها تاثير في الهرمون. والدليل على كده لما نبدا نفكر بالمنطق، طب احنا في تكميم المعده احنا بنشيل جزء وليكن 80%، فبنقلل من حجم الاكل، فالواصل لذهن سوري المشاهد ان كميه الاكل بتقل. طيب هل ده يتساوى مع النتائج لو الواحد كل نفس كميه الاكل وغصب على نفسه؟ انت فاهم انا عايز اقول ايه؟ لا، لو واحد مشى على رجيم. بس انا ما اشبهها للناس، لو قلت لك ان انت بعد عمليه التكميم بتاكل نص ربع فرخه، يعني دبوس الفرخه، صح؟ تمام. واحد مشى على رجيم وكل دبوس فرخه برضه زي قلده، تمام. النتائج ليست واحد اطلاقا. السكر بيختفي عند اللي عامل تكميم، انما السكر ما يختفيش عند اللي عامل رجيم. ممكن السكر يقل ويتحسن ويبقى نوع من انواع الادويه. ونفس المقارنه لو قارناها بادويه السكر اللي هي الادويه اللي بتقلل من امتصاص الاكل، طب هل هي ليها يعني النتيجه النهائيه لذهن المشاهد ان هي زيها زي عمليه التكميم ان احنا بنقلل كميه اكل اطلاقا؟ معنى كده ان هي مش تقليل حجم الريزرفوار. يعني تكميم المعده من وجهه نظري مش ان احنا بنقلل من كميه الاكل بس، لا، الجزء المستأصل ده ليه تاثير سلبي على الجسم. الجزء المستأصل ده فيه هرمونز، الهرمونز دي قبه المعده. قبه
المعدة لما بتتشال الهرمونز دي، الحاجات السلبية اللي حصلت بفعل الزمن أو بفعل اختلاف في جينات من الشخص للتاني، فعملت له سكر أو عملت له اضطرابات في الهرمون، فكان تأثيره على الرجالة إن هو ليه تأثير بيقلل حيوانات منوية مثلا في عدم القدرة على الإنجاب، أو على الستات إن تأثير السلبي للهرمونات الموجودة في المعدة دي إنها تسبب نوع من أنواع عدم الإخصاب والحمل. الجزء ده لما بيتشال، فالجزء السلبي بيتشال، فالجزء الإيجابي في جسم بيبان. في ثلاث حاجات، ثلاث آيات قرآنية، ثلاثة أو ثلاث أحاديث، في آية وحديثين دول أنا قلت هقعد 10 سنين أنا أفكر فيهم. المعدة بيت الداء. المعدة بيت الداء، ونحن قوم لا نأكل حتى نجوع، فإذا أكلنا لا نشبع. ده كان افتخار يعني بطبيعتنا، فدي محتاجة دراسة شديدة جدا. وكثرة الغم تميت القلب، ده دي أعتقد مقولة لسيدنا علي، دي مقولة. فبيضت عينه من الحزن، ده بقى في الرمض الكثرة. بس نقف عند المعدة بيت الدم، هو ده الكلام المثبت على أرض الواقع، إن فعلا المعدة بيت الداء. هو ده 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 إثبات للكلام اللي احنا كنا بنسرده من شوية، إن شيل الجزء بتاع قبة المعدة بطريقة معينة بيعيد تظبيط الهرمونز على مستوى الجسم كله. وأنا دايما بشبهه إن كأننا بنقفل الريسيفر وبنفتحه تاني، فبيبدأ يعمل أبديت للشانل. هو ده الكلام اللي بيحصل لما الجزء ده بيتشال، في هرمونز، الهرمونز دي بتسبب أمراض. تكميم المعدة بيشيل الهرمون السلبي ده، فبتتحسن الصحة بوجه عام، على وعلى تقليل حجم الأكل. أنا كنت شاطر في اللغة العربية، فلما أقول لك المعدة بيت الداء، الداء فيها ألف ولام صح؟ فإذا عرف الشيء بالتعريف بالألف واللام فيطلق، إذا عرف شيء أطلق على كل شيء، فمعنى كده أن المعدة بيت كل داء. تمام، فده شيء رائع، مش مجرد السكر والسمنة. لا، ما هو ده شامل حاجات تانية أكيد العلم لسه بيحاول. عشان كده بقولك الموضوع فيه نظريات. طب هو الناس اللي بيحصل لها صعوبة في التنفس أثناء النوم، ده مجرد السليب أبني متلازمة التوقف في التنفس. متلازمة التوقف في التنفس دي بتختفي في خلال أول شهر من بعد العملية، ممكن بعد 24 ساعة، وماكسيمم انها تقعد لمده 30 يوم من بعد العمليه بتختفي. على الرغم ان الوزن بيبقى نزل لا يتعدى من 12 ل 15 كيلو في اول شهر. وبالتالي لا، في هرمونز مسؤوله عن القصه دي موجوده في المعده. نفس الكلام بالنسبه للسكر، نفس الكلام بالنسبه للضغط. في الصعيد بقى، تجربتك الجراحيه في التعامل مع الصعيد، احكي لي عنها. هو طبعا هم يعني هم ناس رائعين وطيبين جدا جدا، ومخلصين كمرضى جدا. دي حاجه احنا في الطب بقى، في الاطباء عندنا حاجه مهمه، كاتيجوري اسمه العيان المخلص. العيان المخلص ده اللي هو ايه؟ مش يعمل معايا الحاجه وخلاص وما اشوفوش تاني، لا، يسال عليا، يودني، ابص لايه بقى جايب لي عيانين تانيين. ما هو كويس. يعني هو في حاجه جميله جدا في اهل الصعيد، ان هو لما بيختار طبيب وبيثق فيه، بيثق فيه ثقة عمياء. ده في حد ذاته بيدي احساس وذكي، هم اذكياء جدا، احساس إن, ان 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 فعلا التعامل ما بينك وما بينه لا يعني لا رقيب عليه الا ربنا سبحانه وتعالى. هم اذكياء بالفطره، يعني حتى ممكن تلاقي حد مش واصل في التعليم لحاجه، لكن ذكي ما شاء الله. هو عايز بس الحاجه تتبسط له. هو الملفت ان نسبه الناس اللي بقى عندها وعي بجراحات السمنه فيها بقى عالي جدا. يعني انا اتذكر ان كان في مريض من سوهاج، ووزنه يتعدى ال 240 250 كيلو، او معانا الصور بتاعته. وجه العياده واتعمل طبعا، كان ليه تحضيرات مخصوصه، اما نزل تقريبا 100 كيلو بعد العمليه، لقيت فيه، عارف ده
ده برضو من الصعيد. ده كام كيلو بس؟ ده مش 250 ده؟ لا ده مش 250. ده كان 170 تقريبا. 175. زي ما قلت لك قبل كده، العيان او المريض السمنه هو خير دعايه. ما بيصدقوش الا لما يشوف قصاده. يا معقول؟ طبعا في ناس بتتخيل، في ناس في الاول في الصعيد كانت بتخبي ان هي عامله العمليه. سواء كان رجاله او سيدات. لان اعتقد الكلام ده في خلال من سنتين ثلاث سنين. من واقع الناس اللي احنا شفناها، ان هو كان دايما بيبقى فيه تحفظ ان هو يقول انا عامل العمليه من جراحات السمنه. كانها نوع من انواع جراحات التجميل. ما في وقت من الاوقات كانت جراحات التجميل كانها شيء لا ما ينفعش. ده كام كيلو؟ ده عبد الله ده اللي كان 240. ده 240؟ اظن سوهاج 240 كيلو. ده ما بيقدرش يقف. ده صعب خالص خالص. ده بقى 130. 130 120 نزل تقريبا 100 كيلو او 110 كيلو. هو ده دلوقتي بقى؟ ده في مرحلة متوسطة. في صور تانية اقل من كده. وهي الصور بتبين، الصور هتبان ان كل الجسم نازل. طبعا وزن زي ده بيبقى قابل جدا ان يحصل ترهلات، وده شيء طبيعي. بس الترهلات ما بنعلقش عليها دايما الا بعد ما بيعدي على الاقل سنه ونص. لغايه لما يحصل ثبات في الوزن. جراحه التجميل شغاله معاك وراك كويس جدا في مجال الترهلات. احنا ما بنعملش خلي بالك ان انا الترهلات. يعني انا دلوقتي اللي قعدت 80% منها عن التعامل مع الترهلات بعد جراحات السمنه، لان نسبه عمليات جراحات السمنه زادت. لان بقى في ثقه في جراحات السمنه، وبقى في قدره على التعامل، وبقى ليها الكاتيجوري. عارف اللي هو بقى ليها الوزن، وزنها اللي هو اللي فوق 90 كيلو يروح يفكر مثلا. وبيجي ناس كده بيقول لي انا عايز شفط دهون، اقول له لا، انت ما ينفعكش شفط دهون. انت لو هتعمل حاجه عشان تقلل بيها الوزن. فعارف جراحات التجميل كانت واخده الكاتيجوري كله قبل كده، اللي هو جميع الاوزان بتتعامل معاها تحت نطاق علاج السمنه. انما لما بدا الوعي يزيد بالتكميم، ومش الوعي اكتر ما هو نتائج عمليات التكميم، فبدات تاخد وضعها الصحيح في الاوزان، فبدات تجيب نتائج. هنا الحاله دي مثلا، ده برضه من الصعيد، كان عامل تحويل مسار. تحويل مسار؟ وكان عنده سكر. كان عنده سكر، وسكر برضه كان من نوع تاني، سكر اختفى. ليه صوره بعد بقى ممكن نشوفها. هو ده نفس الشخص؟ هو نفس الشخص. بدا يعني الجلابيه وما بعد الجلابيه. يعني ده في خلال قد ايه الفتره؟ هي الصوره دي تقريبا بعد سنه او سنه، يعني سنه ونص. طبعا الوزن كان كبير قوي. كان 200 كيلو ده؟ أو تقريبا. ده 200 يعني، ده او 180. لا يعني 100 من 180 190 ل 200. طبعا انتوا مش متخيلين يا جماعه الـ يعني شايفين الجسم ضخم جدا، والجلابيه بقى هي اللي حتى لابس جلابيه سوداء. يعني هو حتى يعني لابس اللون اسود برضه في الجلابيه. وتحويل المسار. وعمل تحويل مسار. ده كان عامل تحويل مسار، كان عنده سكر، عنده ضغط. هنا حاله برضو من الحالات الكبيره. ده كان طلع معانا قبل كده. انت جايب لنا كله النهارده حوار عن حالات كلها متينات. ده كان تقريبا 210. كان 210 تقريبا. 210. عملوا تكميم ولا تحويل؟ ده كان ضيف من ضيوفنا قبل كده. عملنا له تكميم. ده كان كان هو واخوه. وما شاء الله وصل لحجم رائع جدا. كان سنه كام سنه لما اتعمل له تكميم؟ اعتقد 22 سنة. 22 سنة. وبقى شاب رشيق جدا، يعني تحول إلى إنسان رشيق. هو ما بيعرفش إن هو استفاد من العملية إلا بعد العملية. زي ما أنا قلنا قبل كده، أول ما المريض بالذات الأوزان الكبيرة دي، أما تيجي تقول له إن ممكن السكر يختفي أو الضغط يختفي أو إن وزنك ممكن يبقى كذا، أو إن الحاجات اللي أنت بتشتكي منها، لأن هو طول عمره عايش في المعاناة دي. فمش متخيل إن ممكن المعاناة دي تروح إلا فعلا لما بيخوض التجربة.
انا سعيد جدا بالتجربه وسعيد جدا بحوارك النهارده وسعيد ان احنا كمان يعني انا متحيز للصعيده بحكم ان انا شرقاوي واحنا اولاد عم فيعني القصه كده فانا اتكلمت النهارده. لكن هل ترى ان الصعيد انت ما شاء الله احنا النهارده قلنا ان الوعي الطبي زاد جدا هناك، لكن انا بقول هل بقى العطاء الطبي مننا احنا من الرعايات الطبيه الامكانيات الطبيه موجوده هناك كمستشفيات كغرفه عمليات؟ ما هي دي الفكره اللي احنا جات لنا دكاتره التخدير كتمريض الفكره هي ما دي بالظبط ده اللي احنا فكرنا فيه. احنا لينا اهالينا كتير قوي في الصعيد وعلى ارض الواقع قررنا فعلا ان احنا ننزل وننزل محافظات الصعيد عشان هم يستحقوا مننا ان احنا نقدم لهم الحاجه الكويسه اللي احنا عملناها، ان احنا نفيدهم ان نضيع السكر ونضيع الضغط وان الوزن يقل، خاصه لان هم شايفين يعني هو من الحاجات المميزه في اهل الصعيد لما رحنا سوهاج بيتفرجوا علينا كويس جدا جدا. انا ليه يا حبيب سيدي علي جدا اقصى مما تتخيل. انا لما نزلنا سوهاج الشعبيه والوعي مش هنقول الشعبيه هنقول القاهره لا القاهره ناس كقناه كلها اللي هي شعبيه جدا لان احنا القناه الثابته. الصعيد اصلهم احنا مش قناه متحوله خلي بالك. ده كلام بقى يتقال للقناه ويتقال يعني في حق الاستاذ طارق نور. احنا قناه ثابته من اول يوم ظهرنا فيه على الميديا لغايه اخر يوم هنكون موجود فيه كفكر. ما قلناش حاجه وبدلناها. مش احنا اللي بنبدل مواقفنا. في غيرنا بيبدل مواقف. ممكن غيرنا يشتمنا وبعد كده لما نوري له وش تاني يرجع في كلامه تاني ده غيرنا. لكن احنا لا احنا من اول يوم كنا ضد سين صاد عين مثلا، كنا ضد النقاط الاساسيه في بقى في السياسه في الطب في الفن عملنا حاجه مصممين عليها وطلع بعد كده كل اللي احنا بنعمله صح. ما هو ده ما ده اللي هم الصعايده بيحبوا كده بقى. نسبه المشاهده للبرنامج الطبي في الصعيد خاصه سوهاج عاليه اكتر مما تتخيل. فكان لازم علينا ان احنا فعلا ننزل وان احنا نفيدهم بالتجارب اللي احنا عملناها، وان احنا بالفعل نزلنا في سوهاج وعملنا حالات وهروح ان شاء الله بطريقه منتظمه بصوره شهريه باذن الله. انا نفسي اشاركك يعني في اي حاجه موجوده هناك، اي حاجه خيريه، اي حاجه لاهل الصعيد احنا تحت امرهم فيها، يوم ما بس يطلبوا احنا بنفس نتواجد هناك. اذا كان في نعمل مؤتمر تنوير للطب ونجيب كل المجموعات الطبيه وكل الدكاتره اللي يحبوا يشاركوا اهل الصعيد ويعملوا قوافل طبيه، في اساتذه كتير بيعملوا قوافل طبيه هناك، نزود الجهد ده لانهم يستحقوا كل خير. نورتنا وشرفتنا يا دكتور وليد. شكرا. سعدت جدا بلقاء اكسترا اوردينري خارج النطاق المالوف، حوار مهم مجتمعي نفسي اكتر منه، يعني احنا جبنا سيره التكميم بسرعه والتحويل بسرعه، لكن اتكلمنا على البيهيفير الوعي اللي يستحقه المواطن من عناية من اهتمام من استماع. كل ده استماع للناس، كل ده استماع لمشكلاتهم. المريض السمين عايز اللي يسمعه وعايز اللي يحطه في عينيه وعايز اللي يحنوا عليه قبل ما ويطمنوا وكمان يقلقوا بالطريقة الصحيحة، يقلقوا على صحته مش يخوفوا، يعني يقلقوا يفهموا ان السمنة دي خطر على 1 2 3 وانه بعد ما يتحسن هيتحسن الامور ويتاخد كل نقطة في التعامل مع مريض السمنة على محمل من الجد. التخدير، غرفة العمليات، الجراحة نفسها واختيارها، ما بعد الجراحة والرعاية، كل ده مهم جدا. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم كان مبدعا كعادته في حوار اكسترا اوردينري وخارج النطاق المألوف مع الناس الحلوة. خليكم معنا سلام. بس الشعر برضه يعني مشاكله كتيره وازواجه كتيره جدا، ولكن احنا ممكن نختصره في حاجتين اتنين، يا شعر اجهادي يا هرموني وراثي. دي مراحل الصلع الوراثي عند الرجل وبيحصل عند المراه برضه، ولكن بتبقى المراه لحد ما في بعض شعر خفيف بيضايق شويه الصلع. تقشير كيميائي لاحماض الفواكه احسنهم. التي سي اي اللي هو تراي كلور اسيتيك اسيد اللي ده الحمض الجامد شويه بلاش نتجنبه من وجهه تصبغ جلدي يعني الميلانوسايتس الخلايا الصبغيه بتفرز ميلانين اكتر شويه.
الأستاذ الدكتور مهند عبد الجواد، دكتوراه وأستاذ واستشاري الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم بالمستشفيات الجامعية، استشاري العلاج بالليزر وتجميل البشرة، خبير علاج السمنة والنحافة والعلاج بالميزوثيرابي، عضو الأكاديمية الأوروبية للأمراض الجلدية والتناسلية، عضو الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، عضو الجمعية الأوروبية والأفرو أسيوية لعلوم الليزر وتجميل الجلد، عضو الجمعية الطبية لأبحاث السمنة، عضو الجمعية المصرية الطبية للسمنة. أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا في عالم الجلدية، عندنا حاجتين مهمين في الجلدية وأشياء أخرى نتكلم عليها، بس النمش وحب الشباب مش ده بس اللي هنتكلم عليه النهارده، لكن حاجتين خطار، مش خطار من ناحية الصحية، لكن حاجتين مزعجين لبنات كتير قوي. هبدأ الأول بمشاكل حب الشباب. نجوم كتار على مدار العام، على مستوى العالم بيعانوا من مشاكل في حب الشباب. مهما حطوا من مكياج بكمية كبيرة مش هيداري المشاكل بتاع حب الشباب، منهم كاميرون دياز، منهم ميغان فوكس، برضو ريهانا، فيكتوريا بيكهام، بريتني سبيرز، كل دول بيعانوا من مشاكل حب الشباب حتى في ظل المكياج. وهو خلي بالكوا ال 5 دي هاي ديفينيشن كاميرا، وال 6 دي والحاجات ال 4K والحاجات اللي طالعة في التصوير بتبين بقى، يعني العيوب دي كلها بتظهر بشكل واضح. يعني برضو حد مشهورة واسمها أليس ويلسون دي عارضة أزياء، عندها نمش. النمش مع أليس ويلسون يمكن خلاها مشهورة أكتر، يعني حاجة غريبة جدا بس ضايق عليه وشها حلو بالنمش، فجالها عروض أزياء كتيرة وجالها وخلي بالكوا هي يعني جزء من شخصيتها مع الشكل بتاعها النمش شهرها ده كتر. لكن في ناس بتضايق من النمش قوي، وخصوصا النمش الموجود في مصر او في الدول العربيه، نمش لونه غريب مش زي النمش اللي موجود في اوروبا. النهارده حوار سيجمع الجلديه من اطرافها الى اطرافها، علم رائع جدا. والنهارده ضيف من اصحاب المقام الرفيع طبعا واسم كبير في عالم الجلديه، وبيسعدني جدا ان يكون ضيف اليوم واحد من البارعين في هذا المجال، اسم اكاديمي، اسم كلينيكي رائع، اداء وتاريخ طويل جدا من الاداء الرائع جدا. هو ضيف العزيز الاستاذ الدكتور مهند عبد الجواد، استاذ واستشاري الامراض الجلديه والتناسليه والعقم كل بالمستشفيات الجامعيه، واستشاري العلاج بالليزر وتجميل البشره، الاسم الكبير. اهلا بيك دكتور. اهلا بيك يا فندم، منورنا. منورك يا فندم. انا عايز ابدا الاول ب اثار حب الشباب، المشكله الاكثر عنفا. هي فعلا اكبر مشكله بتقابلنا اثار حب الشباب، يعني حب الشباب بيتعالج ايا كان باي علاج بيمشي ان شاء الله. المشكله في الاثار المتبقيه بنات او بنين، بس طبعا بنات اخطر كتير. يعني الاثار حب الشباب، عشان نتكلم كلام علمي وكلام مبني على الباثوجينز المظبوط على المرض، بنعالجه بكذا ميكانيزم. يعني في مثلا ميكانيزم مثلا ميكانيكال، ممكن فيزيكال، ممكن كيميكال. بس قبل دول ممكن نعمل حاجه جميله قوي، تقشير كيميائي بحاجة حديثة قوي، حاجة اسمها جرين بيلينج دلوقتي بنعملها، بتأثر معانا قوي وبتأثر معانا لمدة كبيرة قوي. بنعمل تقشير أول بالجرين بيلينج ده، مادة فيها أحماض الفواكه وفيها ريتينويدز وفيها مفتحات خفيفة بتساعدنا في تقشير الخلايا السطحية من الجلد. بعدها بنبدأ بثلاثة ميكانيزم، يا ريت نبتدي مع بعض. فيزيكال عن طريق الفراكشنال ليزر، السي او 2 فراكشنال أو الإربيان فراكشنال ليزر. ميكانيكال عن طريق حاجة اسمها الديرما بين أو الديرما رورال. ودي ما بين طبعا احسن يعني في الايفكت بتاعه. كيميكال عن طريق حاجتين اتنين بقى دلوقتي، عن طريق البي ار بي البلازما اللي بنحنا دلوقتي ده حاليا، انترا ديرمال وسب ديرمال اللي بناخدها من دم المريض بلازما وننشطه ونحط لها فيتامينز وانتي اوكسيدانت وستيم سيلز خلايا جذعيه، وبنستعمل كمان معاها توبيكال كيميكال اللي هو الحاجه فيها الريتونيز الجديده اللي هي بتنبه الكولاجين وتنبه طبقات الكولاجين اللي في الدرمز طبقه الادمه نفسها. في حاجه دلوقتي حاجه اسمها نانو تكنولوجي، الليبوزومال تكنيك اللي هي بنخلي الماده في صوره
دقيقه جدا بتنهيها في الصغر بحيث تمتص امتصاص كامل. في بنسميها نانو ريتينويدز، النانو ريتينويدز او نانو ريت معروفه، بتبقى حاجه كويسه جدا في تنشيط الكولاجين. يبقى توبيكال وانفيزف عن طريق الانجكشن بي ار بي. ده كيميكال. قلنا الفيزيكال الليزر، وقلنا الميكانيكال عن طريق الدرمابين والدرمارولر. يا ريت نعمل ثلاثه مع بعض ورا بعض او ان بتوين، يعني مره كيميكال مره فيزيكال مره ميكانيكال، بيبقى التاثير احسن طبعا. عملنا جرين بيننج في الاول، ده بيسهل الطريق كله معانا في الاول. عايز اعرف اوري الناس برضو ازاي بيحصل حب الشباب، يعني في فيديو كده لطيف جدا حب الشباب. على فكره ميكانيزم في ناس كتير مش فاهمه. هو في يعني في اربع ميكانيزم، يعني اكتر ميكانيزم السبيشس جلاند نفسها، الغده الدهنيه اللي في الجلد بتبقى نشطه قوي عند السبيشس جلاند، اللي هي الغده المفرزه للدهون. الدهون صعب بتبقى نشطه عن طريق خلف الهرمونات، الاسترس النفسي، حاجات من دي بتزيد معاها شويه. في وجود بكتيريا، في نوع من البكتيريا بتزود بتيجي على الغده الدهنيه تشتغل في البيئه الدهنيه، فبتبقى البيئه الدهنيه بالنسبه ملائمه بالنسبه لها بتشتغل كويس قوي فيها. ثالث حاجه الخطر الهرمونات، الانفلاميشن اللي بيحصل نتيجه الافراز الدهني، التهاب ده مهم، ده بيحصل معاه طبعا. في حاجه بقى اسمها كيراتينيزيشن، اللي هي خلايا الكيراتين بتاعت الابيدرمس بتزيد فوق بعضها وتعمل رؤوس سوداء ورؤوس بيضاء، ودي مع الغده الدهنيه بتعمل التهابات وتلوث بكتيري في الجلد، وتقفل الطريق، تقفل الطريق خالص، تبدا يتكلم بقى الاكن زي ما احنا هنشوف شايفين كده في الفيلم. طبعا بيبدا التهاب حوالين الجدر الشعريه اللي هي سبيشس جلاند المشتركه مع جدر الشعريه، بتبتدي تفرز افراز زائد شويه نتيجه بقى هرمونات او ستريس او كيميكالز او استعمال حاجات مش مظبوطه او اكل ملخبط كتير او هرمونال ديستربنس، ده كله بيزود اضطرابات هرمونيه. طبعا اضطرابات هرمونيه. هنروح بقى للمشكله الثانيه برضو في الجلديه النهارده، احنا هنعدي على كذا مشكله، يعني اللي هي تساقط الشعر. تساقط الشعر برضه يعني مشاكله كتيره واسباب كتيره جدا، ولكن احنا ممكن نختصره في حاجتين اتنين، يا شعر اجهادي يا هرموني وراثي. باختصار كده، الاجهادي بقى ممكن من الاسترس، ممكن اكل برضه مش مظبوط، ممكن امراض زي الكانسرز وامراض المزمنه مش كويسه، ممكن عمليات جراحيه، ممكن الرضاعه للست اللي بترضع طبيعي، دي كلها بتبقى اجهاد على الشعر. ان في الفيتامينز اللي في جسمه استنفذ في حاجات ثانيه، فيبقى ما فيش فيتامينز كافيه بتنمي جدر الشعريه. وده بيسموه الاجهادي، بتحصل مع بنات كتير قوي، حتى في الدراسه البنات اللي في الكليه والجامعه وكده والثانويه العامه بيدرسوا، في ستريس نفسي وضغط نفسي واجهاد ومفيش غذاء كويس، فطبعا الشعر بيجهد. ده بيبقى علاجه حد ما سالب، بندي المنشطات والفيتامينز وعن طريق الفم وكده، وندي بعض المواد ساعات اللي بنستعملها في الصراع الهرموني نستعملها معاهم، زي ماده المينوكسيديل معروفه عالميا. ساعات بنستعملها في الناحيتين على فكره دلوقتي، يعني في بيبرز حديث خالص بنستعمل المينوكسيديل دلوقتي حتى في الشعر الاجهادي زي الصراع الوراثي بالظبط، مع طبعا علاج الفيتامينز الثانيه عشان بيساعدنا في الاول بالذات، وبعد كده بنسحبه بالتدريج سنه بسنه. لكن الصراع الهرموني الوراثي لازم مينوكسيديل اساسي. في دلوقتي حاجه بيسموها العلاج الثنائي او العلاج الثلاثي. مينوكسيديل ماده فيها هرمونات تمنع او تعمل بلوك للاندروجين ريسبتورز اللي موجوده في جذر الشعرايه، اللي بيسموها دوت استرايد، هرمونات الذكوره بيسموها دوت استرايد او الفيناسترايد. وثالث حاجه بنستعملها البتاع عن طريق بقى الحقن البلازما وعن طريق الدهانات الموضعيه. يبقى بنحقن ممكن بلازما في الشعر، نستعمل دوت استرايد وفيناسترايد تقفل مستقبلات الهرمون عند جذر الشعرايه. وثالث حاجه مينوكسيديل عشان بيوسع العوائد الدمويه وبينشط الدوره الدمويه في المنطقه ديت وبيغذيها. برضه زائد الفيتامينز وعدم الاجهاد وعدم الاستريس طبعا بيساعدنا شويه. عايز حضرتك برضه تشرح للناس انه هذه المجموعه الدوائيه بتستخدم دلوقتي في التساقط الاجهادي للشعر، ان واحد بيعمل استشوار كتير، واحده بتعمل بيبليس كتير، الصبغات. ده بيسموه الاجهاد الموضعي بقى. يعني في النفسي والموضعي والغذائي. الموضعي اللي هو استشوار، مكوى السيراميك كل شويه، صبغات، مده البروتين والكرياتين طالعه اليومين دول بتبقى اوفر قوي بتزود الشعر مش كويس ابدا. وماده المينوكسيديل دلوقتي بنستعملها لغايه 10% و12% في امريكا دلوقتي، خلال 15%. احنا مصر نزل عندنا 5% وتلاقي الناس خايفه منه. ده بنستعمل 10% بعض الحالات، وحاجه ابروفد يعني مش كلام كده هبزر، ده ريسيرشز كتير قوي، 2% و5% و10% ممكن نستعمل كمان للفيميل والميل. بس طبعا فتره معينه طبعا من زمان بدنا نقلل شويه بشويه ونسحب المينوكسيد شويه بشويه. المينوكسيد مش الناس بتخاف منه اوفر شويه، او يقول لك تبطله الشعر يتساقط، لا هو الشعر بيرجع زي طبيعته في الاول لو وقفناه فجاه. احنا بنقف في التدريج او بنراح شويه بشويه وندخل مكانه حاجات طبيعيه لما نيجي نسحبه. دي طريقه علميه معينه عشان ما يحصلش اي مشاكل في توقيفه ان شاء الله. قبل ما نروح للبي ار بي، المينوكسيديل ماده بتوسع الدم للشعر، لكن ده البي ار بي ولكن ده بتسع اكشنز. اهمها
توسيع الدم ده بيحفز الجروس فاكتورز، حاجه اسمها الهير فوكر جروس فاكتورز والبدل من الجروس فاكتورز اللي هي عوامل نمو الشعر بتزودها دي طبعا. فالميوكسيل له كذا اكشن على فكره، الناس فاكره فيكشن واحد هو 9 اكشنز بس اهم اكشن فيه فعلا هو الايه الفاز دايليتيشن، توسيع الاوعيه الدمويه اللي بتغذي جدر الشعر. اوكي ده البي ار بي. ايه البي ار بي؟ البي ار بي البليتليت ريتش بلازما، اللي هو بناخد دم من انسان عينه صغيره وبنفصل بلازما عن قدم الحمراء وناخد البلازما دي ننشطها نحط عليها منشطات طبيعيه ونحط فيتامينز وجروث فاكتورز وستنتز خلايا جذعيه للخلايا الجنينيه اللي بتكون جدر الشعريه وبتنبيها وبنحنها في المريض. عشان دلوقتي بالنسبه لما نيجي نستعمل كان اخر بحث في كندا ان احنا بنحط البلازما الميزوثيرابي اللي هو الفيتامينز والانتي اوكسيدانت والخلايا الجذعيه والجروث فاكتورز عوامل النمو نحطها مع البلازما المريض كمان بتعمل مفعول مضاعف ونحنها ثلاث مرات كل شهر مثلا كل اسبوعين او كل ثلاث اسابيع. ده كورس ثلاث جلسات لكن ممكن نزود على ثلاث جلسات. في ناس بيجوني مثلا كل شهرين ثلاثه جلسه تنشيطيه ما فيش مشكله ان شاء الله طول العمر، لان كل مواد طبيعيه من دمه هو زائد فيتامينز طبيعيه من جوه من بره ساعات عليها. فده شيء طبيعي حلو للشعر وحلو كمان لتنظيف البشره. لان الجروس فاكتورز والخلايا الجذعيه اللي هي ستيم سيلز دي خلايا بتنمي الكولاجين سواء حوالين الجذر الشعريه او الكولاجين بتاع الوجه. بتحسن التجاعيد وتحافظ على البشره مده طويله وتدي نضاره للبشره. على المدى الطويل ولاي سن يعني من اول 12 سنه ممكن نحن. طبعا الواحد ما يحبش الاهن في السن اللي هو ابتدى ايه الجلد يجهد شويه او يتعب شويه فيبقى افضل طبعا في النتيجه بتبان فرق كبير. الصلاح في الرجاله او الصلاح في الستات في فرق بينهم؟ في ستات ممكن تصلح؟ في طبعا كتير قوي. ولكن دايما احنا دايما بنبص للرجال عشان الصلع الرجالي بيبقى ظاهر شويه فبنقول الرجاله اللي صلعها هرموني عندهم اكتر. لكن في النساء كتير جدا، ولكن بيبقى عندهم في النساء لحد ما بيبقى في بعض الشعر الموجود الخفيف. الرجاله ممكن يوصلوا زيرو خالص وده اللي بيظهر اكتر في الرجاله. دي مراحل الصلع الوراثي عند الرجل ويحصل عند المراه برضو، ولكن بتبقى المراه لحد ما في بعض شعر خفيف بيداري شويه الصلع عندها. دي الست بقى الست بتبقى بس ممكن الست تروح برضو يعني تحصل لها مشكله طبعا ممكن زي طبعا يعني الثلاث صور في الاخر دول دي نصايب. دايما الست هي زينه المراه شعرها هي دايما اكتر حاجه يا نهار اسوح لو بدات مشكله يعني الاولانيه والثانيه والثالثه الرابعه يعني هي يبتدي بقى خمسه سته لا كده بدانا نقلق سبعه ثمانيه تسعه ده ربنا دي حاجه طبعا متقدمه جدا يعني لكن طبعا بيبقى في علاج بس المهم المريض يكون عنده صبر على العلاج. الصلع الهرموني بالذات او الوراثي عاوز مده طويله قوي وصبر في العلاج. التصبغ بقى نروح للتصبغ بتاع الجلد. ايه تصبغ جلدي؟ تصبغ جلدي يعني الميلانوسايتس اللي الخلايا الصبغيه بتفرز ميلانين اكتر شويه صبغه اكتر شويه. دي عوامل كتيره ممكن طبعا عن طريق يعني الكلف مثلا عن طريق الحمل نفسه بيزود افراز الميلانين. حمن الحمل نفسها تزود الشمس تعرض الشمس مده طويله الحر كتير او النار من الفرن او البوتاجاز اي في حاجه سخنه جامده بتزود افراز الميلانين. بيكون يا اما نمش يا اما كلف ده المشهور عند معظم الناس. وزي ما سالتك قلت من الاول ان النمش ساعات بتبقى البنت تبص منه. انا جات لي واحده مضيفه مره طيران في القاهره هنا البنت كانت مبسوطه جدا بيا قلت لها جات تشكي من حاجه ثانيه خالص قلت لها والنمش قالت لا نمش حلو انا عاجبني كده. في فعلا ناس بيحبوه بنات بالذات خصوصا صحاب بشره بيضاء او الخمريه يحبوا النمش كمنظر جمالي عشان لما تجي واحده اقول لها خلي بالك انا هعالج النمش بس ما تجيش تقولي بعد كده النمش راح كله لان سيبها علامه جمال جميله بعض الناس تك خفيفه كده لما بيزيد قوي بقى بيضايق البنت لكن لما يكون خفيف ساعات بيدي لمحه جمال والبنات بيحبوه يقول لك كده كويس. لكن النمش برضه هو نوع من تصبغات الجلد. علاجها دلوقتي بنام برضه زي ما قلت لسيادتك في الاول الجرين بيلينج برضه لانه في مفتحات قويه وتقشير البشره احماض الفواكه بتقشر الجلد ديت وبتنعمل بقى حاجات موضعيه. الموضعي دلوقتي في حاجه اسمها جيل الرابع وجيل الخامس مفتحات. كان زمان يسمى مفتح بس دلوقتي قال لك لا ده لازم يكون مع المفتح مقشر خفيف لازم يكون في مرطب عشان يعمل السكين بارير يخليه مظبوط لان السكين بارير بايظ امتصاص الماده مش هيبقى مظبوط. عايز افهم ايه هو الحاجز الجلدي يعني ايه الحاجز الجلدي السكين بارير ده اللي بيبقى فيه جميع الخلايا بتظبط تمنع دخول المواد السامه للجلد ونفس الوقت تطلع الحاجات اللي مش كويسه جلد غير رابع بره الجلد رئه الجلد فالصبغ الحاجز الجلد دوت اللي هو سكين بارير مهم قوي في كل مرض حتى في الصدفيه في السورايز في اللايكن بلانس او الحزاز في كل حاجه يقول لك لازم نظبط الحاجز الجلدي. عشان كده في التصبغ دلوقتي بيقول الحاجز بيقولوا الجيل الرابع والخامس اللي هو يقول لك مفتح ومقشر ومرطب عشان يحسن الحاجز الجلدي وخلايا جذعيه بتنمي الخلايا بسرعه وبتعمل تكاثر 70% اكتر من الطبيعي الستيم سيلز عشان الخلايا الفاسده او مش مظبوطه بره او الغامقه تنزل بسرعه الخلايا الجديده مكانها
وده مش الجيل الرابع. دلوقتي بنستعمل كمان حاجه ثانيه كمان، بس لازم نستعمل بلوك الصبحي. مش كده كمان، دلوقتي في حاجه اسمها نانو ريتينويدز او نانو ريت، اللي هي الماده الريتينويدز والفيتامين سي اللي بيساعدوا عمليه تفتيح البشره. اصبح هذا بيسموه الجيل الخامس كمان، مفتحات خلايا جذعيه، مفتح، مقشر، مرطب، ريتينويدز، فيتامين سي مع بعض. وطبعا ما ننساش وقت الشمس الصبحيه. يبقى اصبح تفتيح دلوقتي مش معناه مفتح بس، ده في كذا حاجه لازم عشان تساعده. مهم قوي دي مهم قوي. الكلف مخيف مزعج طبعا، الكلف ودايما علاجه بياخد مده طويله وساعات بيرجع تاني. نقول المريض اصبري وناخد علاج وتنزل عليه، لكن في الاخر غالبا بيتحسن ان شاء الله، وان كان بيحب يتاخر معانا لكن في الاخر بيتحسن كويسه جدا ان شاء الله. هل التعرض للشمس ده يعني ده طريقه حدوث الكلف نفسه؟ طبعا بتبقى الميلانين بيزيد قوي، والخلايا الصبغيه بتبقى نشطه جدا. ففكره كل احنا بنهبط هذا النشاط الخلايا الصبغيه، وساعات في حاجه مناعيه نظبطها بقى بحاجه ايه اميونو ميدولانت، زي حاجه اسمها ده اسم صعب ترجمته بالعربي، بس معناه بالعربي اللي هو مظبط المناعه. مظبط المناعه، مظبط من حلو مظبط دي عشان معدل المناعه. معدل المناعه جميله كلمه دي فعلا قوي، لان ديت ساعات بتبقى المناعه فيها خلل فيحصل افراز عن اللزوم. نظبط المناعه والاجسام المناعيه، الافراز الصبغه تبقى مظبوطه، فساعات نستعمل مع الحاجات ديت مظبط مناعه. دور الليزر في التعامل مع الكلف لغايه دلوقتي حتى في اليو اس اي دلوقتي ما بيحبوش يستعملوه كتير، لانك قال لك سلاح ذو حدين، ممكن يزود افراز الصبغه نفسها، لان الليزر في الاخر ضوء حراري، وضوء حراري ممكن يعمل تنشيط للخلايا الصبغيه. فدايما الى الان افضل حاجه للكلف في علاج الموضوع. ساعات نعمل ليزر خفيف، فريكشن ليزر خفيف قوي، حاجه بس تظبط وتظبط الخلايا الصبغيه، بس لو زودنا جرعه هي ممكن يزود اكتر الكلف. فنعمل اذا استعملنا ليزر فريكشن ليزر بالذات يكون بجرعه خفيفه جدا، ابسط حاجه في الجهاز نستعملها، ما نزودش خالص. لان لو زودنا هيحصل اثر عكسي ويحصل الكلف يزيد بعد كده ان شاء الله. دي مشكله. إيه في بقى كمان حاجه كمان بعد اذنك، اللي هو بقى عدم التصبغ، اللي هو البهاء بقى في البشره اللي بيجي اللي مشروعه في الوجه دايما. ودايما المرض تيجي لما يجي تصبغ في جلدها اكتر من 70% فقد الصبغه بقى بهاء. نقول انا عاوز اكمل كله ابيض بقى اكن كله بيضه. وده بيحصل بعض الحالات بيجي لنا فعلا. ده له علاج واحد بس، مادة اسمها مونو بنزيل ايثير اوف هيدروكينون، دي اسمها ماده علميه. في موجود في مصر هنا طبعا، بس مش موجود في الصيدليات، ان في ناس بتستعمله استعمال خاطئ. موجود عندي عن طريق بجيبه من معظم الناس بيطلبوا مني بالتليفون او بجيب لهم. ماده فيها حرص شديد في استعمالها، لان لو استعملناه بناخد كونسنت من الموافقه من المريض ان لو الصبغه راحت مش هترجع تاني. مش زي المفتحات العاديه، ده بتموت خلايا الصبغيه خالص. وبتخلي كل جزء ابيض اكنه بهاء كله، فيبقى كلها بيضه، فبيبانش الابيض اللون الاصلي اللي هو الغامق واللون الفاتح، فيبقى كله ابيض. فبيقول لك لما تلاقي معظم الوش عندها او معظم الجسم بقى ابيض بهاء، يقول لك مش عارف ارجعه تاني والعلاج مش جايب نتيجه، فخلي كله ابيض بقى وخلاص. ودي ماده فعلا هي خطيره، بتخلي وناس كتير بتطلبها مني بجيبها لهم، وتبقى فعلا كله ابيض خالص، وتبقى كانها اوروبيه بيضه خالص. ابروفد من الاف دي اي. ابروفد طبعا، ده الماده الوحيده في العالم كله اللي بترجع الجلد الى زي البهاء، كانه كله ابيض بقى، كانها اوروبيه خالص. بس ده امتى؟ لما يكون اكتر من 70-80% من الجسم بيض خلاص، ومفيش فايده من العلاج العادي بتاع تحسين البهاء. الهالات السوداء حلولها ايه؟ الهالات السوداء في خمس اسباب اساسيه لازم نتجنبهم الاول عشان نحلها مظبوط. اول حاجه عدم السهر كتير والاجهاد او النوم بالليل بعمق لازم. رقم اثنين انيميا يعمل الهالة السوداء. رقم ثلاثة الأكل كتير من نشويتنا، نقلله شوية ونزود الخضرة والفاكهة. رقم أربعة أمراض الكلى والكبد، ربنا يحفظنا. رقم خمسة حاجات جينيتك، حاجات طبيعية، بعض العائلات طبيعتها كده، بنات العائلة دول عندهم هالات سوداء طبيعتهم كده. كل الحالات دي بتحل، اللي أنا جينيتك حد جينيتك بتتأخر شوية معنا، لكن دي أهم حاجة لازم تحل الأول. لازم بروفيلاكتيك، حاجة يعني حاجة وقائية قبل ما نعالج مظبوط. بعدين في كريمات موضوعية بنستعملها مفتحة قوية للبشرة وبتحسن الدورة الدموية، عشان بيبقى فيه خمول أو كثافة الدورة الدموية في المنطقة ديت مع الإجهاد، وبنعمل حاجات مفتحات فيها. زائد بقى في حاجات حديثة، في جلسات بقى كربوكسي، ده بنحقن ثاني أكسيد الكربون عشان ننشط الدورة الدموية، فكرة الشهيق والزفير يعني عشان ننشط الدورة الدموية هنا فتحسن اللون. بنعمل فراكشن ليزر ساعات، بنعمل حاجه اسمها جلسات موضوعيه مع جلسات المسقات. ماده بتحط بتعمل تقشير جديد للخلايا الميته وتفتح اللون، ودي جلسات جميله بتبقى حوالي اربع جلسات، كل اسبوع جلسه او كل اسبوعين جلسه، مع كربوكسي او بدون كربوكسي. ومع طبعا كلمات موضوعيه، يبقى في حاجات وقائيه، في حاجات موضوعيه، في جلسات. وجلسات تنقسم لقسمين اساسيين، الكربوكسي او المسقات او الفراكشن ليزر. حاجات ثانيه بقى الفيلر والحاجات ديت الى الان ما تبقاش افكتيف قوي، عشان يكون مشاكلها كتيره في المنطقه دي، منطقه حرجه جدا. التقشير الكيميائي ما له وما عليه؟ التقشير الكيميائي دايما
نبعد عن البشره الغامقه دي، ما واحد يقول لك البشره اربعه فما فوق بلاش، اللي هي البشره الغامقه في عندنا حاجه اسمها فيتزباتريك، تقسيمه كده العالم الكبير اسمه فيتزباتريك اللي هو كتب عندنا في الطب في الجلديه، نقول لك البشره الاولى والثانيه والثالثه اللي هي الاوروبيين والشرقيين البيض حلوه تقشير كيميائي فيهم. البشره الغامقه ممكن تعمل تصبغات مش كويسه، نقعد مده نعالجها ثاني بعد ما حصل اللي احنا عاوزينه، يعني لها اثر ايجابي واثر سلبي. فالتقشير الكيميائي باحماض الفواكه احسنهم. التي سي اي اللي هو الترايكلور اسيديك اسيد اللي هو الحمض الجامد شويه، بلاش نتجنبه من الواجهه او نتجنبه نستعمله بصوره مخففه. لكن هو خطير جدا، لكن احسنهم طبعا الاحماض الفواكه اللي هو الالفا هيدروكسي اسيدز والبيتا هيدروكسي اسيدز، دي ممكن سنعملها في البشره في الوجه تبقى احسن كتير وامنه ما تعملش مشاكل كتير. لكن الاحسن منه التقشير بالليزر بيبقى افضل من التقشير الكيميائي. وفي التقشير الكريستالي او تقشير الجاف اللي هو التقشير الكريستالي او الماسي، ده اللي هو الكريستالين اللي هو البيلينج، ده بيبقى جميل برده قوي الحالات الخفيفه. لكن التقشير بالليزر اقوى، اقوى حاجه فيهم، يليهم التقشير الكيميائي، يليه التقشير اللي هو الجاف اللي هو التقشير الكريستالي او صنفره كريستاليه. الحق حضرتك يعني ابدعت، الله يخليك، بجد محاضره قيمه جدا. اولا استفاد منها المرضى المثقفين جدا في الجلديه، ولازم مريض الجلديه لازم يكون مثقف، دي مهمه قوي جدا. واستفاد منها شباب الاطباء، يعني انت اديت النهارده وجبه جميله لشباب الاطباء يعني لا 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 بس وجبه رائعه. لكن ما هو قبل ما نمشي اكتر حاجه بتضايقك في المحيط الجلديه في التعامل مع المنتجات، في التعامل مع الاشياء ايه دلوقتي؟ هو دايما الواحد لما بيجي يصحح منتجات جلديه اهم حاجه السيفتي، الامان. او دايما اقول اندر كوركشن افضل من اوفر كوركشن. ناخدها قاعده، هو طبق جلديه ودي نصيحه لكل الناس بالعربي، التصحيح او التظبيط الاقل من النورمال احسن من التظبيط فوق النورمال. لان الاقل ممكن يعني مش ما تبقاش طماع وانت بتصلح حاجه، لان ممكن لو حصل اوفر في التصحيح يبقى صعب علاجه. صعب علاجه، لكن سهل جدا نزود زي الفيلر، ناحن اقل شويه ونسال المريض وخليه يبص قدامنا في الفيلر بيجيب تاثير ساعتها، معانا مرايه كده صغيره والمريض يبص لنفسه عاجبك كده ونزود شويه ناخد رايه. المهم قوي تدي ثقه للمريض ويبادل معاك الاراء. ودي حاجه اتعلمناها بره، دايما المريض لازم يتكلم معاه كويس قبل الحقن وساعه الحقن ونوريهم منظره، نزود لا ولا لا، عشان بعد كده في ريتاتش بعد اسبوع ولا اسبوعين بسبب الفوتوكس او الفيلر، نعمل ريتاتش. ودي مهمه جدا، نعمل جلسه كده تجميليه رتوش بسيطه، نزود هنا الحاجب نظبطه هنا، نزود الحاجب هنا، نحسن النيوزليبيال هنا، ننفخ شويه نقل شويه، بحيث التجميل جماله ان نقرب الجمال الطبيعي بتاع المريض مش اوفر عليه، نرجع للطبيعه بتاعته. لان في علم الجمال وعلم التجميل، علم الجمال اللي هو اصل المريضه في سنها في الفتره دي، نحاول نقرب بالتجميل للدرجه اللي المفروض ده عمرها عشان ما نزودش اوفر المريض يتضايق، زي الشفاء المتوخى زياده عن اللزوم، في ناس بيعملوا انتفاخ زياده عن اللزوم، ده عيب يعني مش حلو في حق الدكتور كمان ولا حق المريض. المريض عاوز حاجه طبيعيه ما ياخدش باله اللي قدامه، في نفس الوقت يبقى شكله جميل عشان ممكن نزود بعد كده. حقيقه اسعدتنا ونورتنا واستفدنا جدا. الله يخليك يا فندم. محاضره قيمه من اسم كبير الاستاذ الدكتور مهند عبد الجواد، استاذ واستشاري الامراض الجلديه والتناسليه والعقم والمستشفيات الجامعيه، واستشاري العلاج بالليزر وتجميل البشره، الاسم الكبير في عالم الجلديه. يعني الحقيقه ابدعت وكميه علم مهوله اتقالت في هذا الزمن. ننتظر زيارات اخرى وحوار اخر مع استاذنا في الجلديه. الجلديه انا بقول انه اخطر ما يمكن هو التعامل معها بنوع من التهور. منتج موجود على شايفه انت بتباع، في اوعى تشتري حاجه منتج من خلال تلفزيونات ولا من خلال القنوات الغريبه اللي بتتبث من خارج مصر دي وبتبث من حتت غريبه. اوعى تشتري حاجه من هذه القنوات، اوعى تشتري منتج الا من خلال اشراف طبي. اشراف طبي لازم دكتور هو اللي يقول لك ده كذا، وتكتب لك روشتة وتروح تعمله، او هو مركب هو بيعمله لك. كل بشره اشراف طبي، كل بشره ليها حاجه ليها صفاتها. ده كلام مهم جدا، خلي بالكم منه وشكوا لانه مهم قوي، وخليكم دايما مع الاسئله.